صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا في هذا العدد الخاص من ريحه البلاد. واحنا اليوم 14 جانفي 2012 نحتفل بالذكرى الاولى لانتصار الثوره التونسيه. هنا في البدايه حبيت نترحموا طبعا على ارواح كل الشهداء ونتمنى طبعا الشفاء لكل الجرحى اللي اصيبوا خلال هذه الثوره، ولولاهم طبعا ما كناش نوصلوا الى هذا المستوى من الحريه. قلت في البدايه هذه حصه خاصه باش كلنا من خلال أكثر من نقطة خارجية في أكثر من ولاية، من الشمال الغربي إلى الوسط إلى الجنوب، مع العديد من المراسلين، تقريبا 5 مراسلين التلفزة التونسية باش يكونوا حاضرين معنا مباشرة. لهنا حبيت نذكركم مشاهدينا بطرق التواصل والتفاعل معنا. بإمكانكم التواصل معنا عن طريق الهاتف الموضوع على ذمتكم اللي هو 71 800 814، أو أيضا عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج ريحة البلاد @tunisiatv.ان. وايضا بامكانكم التواصل معنا عن طريق الصفحه الخاصه بالبرنامج على تويتر، فيسبوك وايضا يوتيوب. يقولوا لي زملائنا وانه اول ربط مباشر باش يكون من المنستير وباش يكون حاضر معنا مراسل التلفزه التونسيه وليد بصباح. صباح الخير وليد. اهلا وسهلا. صباح النور منال، وليد. تحيه ليك وصباحك بالخير ونهارك زين ليك ولكل مشاهدي الوطنيه التونسيه الثانيه. كما كنت تقول اكيد في نهار كيما اليوم، نهار الجمعه 14 جانفي 2011 كان نهار هام برشا في تاريخ تونس الحديث، نهار نعم. سجل منعطف هام مش فقط في تاريخ تونس ولكن في تاريخ المنطقه العربيه ككل وحتى خارج حدود العالم العربي. نتلقاو معكم اكيد من اليوم مباشره من وحده الانتاج التلفزي بال منستير، حتى انه نواكبوا مع بعضنا ابرز الفعاليات والخاصة باحتفالاتنا بالذكرى الاولى لعيدي الثوره وعيد الشباب اليوم السبت 14 جانفي 2012. بالفعل في الحقيقه منال نبدا معك بتقديم، نعم حبينا ناخذ في البدايه حوصله لاهم وابرز الاستعدادات والاحتفالات الخاصه ب 14 جانفي وايضا جديد هذه الولايه. تفضل وليد. أكيد أنا حبيت نعطيك فكرة. الحقيقة الاحتفالات والبرامج هي عديدة وعديدة جدا على مستوى نعم. كل المعتمديات والعمادات والمناطق ودور الشباب والثقافة وحتى خارج هذه الأطر، لكن ما فيها بأس أنه نعطيو فكرة على البعض من هذه الأنشطة. نبداو بمدينة جمال وين تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية يوم تنشيطي ترفيهي مفتوح للأطفال تحت عنوان مستقبل تونس مسؤولياتنا. هذا اليوم التنشيطي باش يكون للجمهور مدينه جمال موعد معاه بدايه من سويعه ونسخه تقريبا في حدود 9 نتاع الصباح بالحي الاداري بجمال. نعم. دائما في ولايه المنستير على مستوى مدينه خنيس وين تنظم دار الشباب ايضا لقاء كبير وندوه فكريه تحت عنوان ايجا يا زمان امشي يا زمان ويجا يا زمان، باش نشطها كل من الاستاذ ناظم بردعه والاستاذ الأستاذ شمس الدين القليل. الموعد اليوم السبت 14 جانفي في ماضي ساعتين نتاع العشية والمكان هو دار الشباب بخنيس. نمشيو لمهرجان الشهيد سامي يوسف اليوم في منزل النور، تظاهرة ثقافية وفنية تتواصل لغاية يوم غد. أبرز ما يميزها معرض للصور الفوتوغرافية تبدأ في اليوم في 9 نتاع الصباح بمقر دار الشباب بخنيس. حفل ساهر زاد اليوم باش يكون لجمهور خنيس موعد معاه. غدوة كيف تواصل فعاليات هذه الأنشطة المتنوعة، وتوفى في 6 متاع العشية بعرض للألعاب النارية. نصور أنه عرض فرجوي باش يشد اهتمام المواطنين في مدينة خنيس. نعم. كيف على مستوى مدينة سوسة سبق وحكينا في التظاهرة اللي باش ينظموها تنظمها كل من بلدية سوسة والمندوبية الجهوية للثقافة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل والنجم الرياضي الساحلي وجمعية سوسة للفنون. تظاهرة تحت عنوان فنانو سوسة يحتفلون بالثورة. الموعد اليوم 6 متاع العشية في المسرح البلدي. عرض إن شاء الله يكون متميز يقدمه كل من الفنان مروان علينا والغشام حيدر أمير نادر جيرات محمد دحلاب وزاهر زرقاتي بإشراف فني وموسيقي للفنان طاهر الجيزاني. كيف ربما من أبرز الأحداث اللي باش نعيشوا معها خاصة يوم غد، تظاهرة كبيرة ثقافية فنية
تنمية اجتماعية نجم نقوله، باش يكون لنا موعد معها في الذكرى الأولى لشهداء الثورة. الموعد هذا باش يكون إن شاء الله في مدينة الوردانين، محطات متنوعة باش نحاول نرجع لها معاك بعد شوية حتى أنه نسلطوا عليها أكثر الضوء، خاصة وأنه مدينة الوردانين كما نعرفوا كانت من المناطق اللي سقطوا فيها عدد لا بأس به من الشهداء. باش نحاولوا نسترجعوا بعض الذكريات وباش نحاولوا نحكيوا على أبرز ما يميز التظاهرة اللي باش يشهدها غدوة المواطنين في مدينة الوردانين بتاريخ لحد 15 جانفي 2012. يا منال، شكرا لك وليد بسباس، كنت معنا مباشرة من المنستير. تو نرجعوا لك بعد قليل باش يكون أكيد حاضرين معاك ضيوف للحديث معاهم. نواصل احنا مشاهدينا المشوار، نمشيو الان الى التوقعات الخاصه بالاحوال الجويه في ال 24 ولايه من الولايات التونسيه. تفضلوا. We'll be right back.
نجدد التحية لكل مشاهدينا وين ما كانوا يتابعوا في هذه الحصة الخاصة باحتفالنا بانتصار الثورة التونسية في ذكرها الأولى. وإذا نتحدثوا على نجاح هذه الثورة التونسية ما نجموش ما نتحدثوش على الدور الكبير والحاسم اللي لعبه الجيش التونسي. هذاك علاش اليوم استضفنا لكم خصيصا لهذه الحصة كما قلت الخاصة العميد مختار بن نصر اللي نستقبلوه ويشرفنا استقبلوه. صباح الخير سيد العميد. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. أهلا وسهلا. كما كنت ذكرت سيدي العميد إذا نتحدثوا على نجاح الثورة التونسية الأكيد وأنه كان الجيش التونسي وراء وقاد هذه الثورة مع الشعب التونسي وكان التف معنا وكان وقف معنا وكان هو ملاذ آمن للمواطنين الكل. لو كان نرجعوا سنة كاملة يعني إلى الوراء كيفاش كان دور الجيش التونسي عند اندلاع الثورة التونسية؟ الجيش الوطني عند اندلاع الثورة التونسية طلب منه باش يحمي المؤسسات ويدخل لمعاضدة المجهود الأمني في مهمة حفظ النظام. نعم. فاتخذت القيادة العسكرية القرار بأن تكون مهمة الجيش الوطني تقتصر على حماية المؤسسات العامة وحماية المواطنين. وكان ذلك بحيث انتشر منذ يوم 24 ديسمبر 2010 الجيش الوطني ببعض المدن اللي شهدت بعض الاضطرابات وبدأت يعني المظاهرات تكبر وبدأت الثورة يعني تشتعل شيئا فشيئا. ويوم 11 جانفي يعني انتشرت الوحدات العسكرية بمدينة تونس بحيث أمنت مقرات السيادة اللي هي الوزارات وأمن التلفزة والإذاعات وكذلك الأماكن متاع الحساسة كبعض السفارات وكذلك مثلا الأماكن متاع ضخ المياه والغاز والكهرباء. وذلك علاش المواطن التونسي طيلة مدة الثورة ما حسش اللي ثم فراغ ربما في الأشياء هذه وما حسش اللي ثم ربما انقطاع متاع ماء أو طيار كهربائي. كنت يعني وراه فعلا أشياء منظمة بحيث تم حماية المؤسسات هذه وكذلك الملك العام بصفة عامة. نعم. إلى جانب طبعا حماية المؤسسات حسينا وأنه الجيش أيضا كان واقف وراء الشعب كان يحمينا كان هو كما قلت الملاذ الآمن اللي ننتجه له في كل مناسبة ونلقاه حاضر معنا ونلقاه حاسم معنا. فعلا هي يعني تعليمات أعطيت الجيش الوطني وكانت دقيقة جدا وربما في هذه المناسبة هذه وبعد عام الانتشار على الميدان تحية الجيش الوطني متاعنا لكن راه كان وراه قادة وهنا ربما اليوم نذكروا اللي القائد نتاع الجيش اللي هو الجنرال رشيد عمار عطى تعليمات واضحة وصريحة وصارمة كذلك بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق النار أو يستعمل السلاح ضد المواطنين لأنه ذاك شعب تونس وخرج باش يحميه. نعم. وكانت التعليمات هذه فعلا النقطة ربما الكبيرة في هذه النقطة المفصلية وهذاك الشيء خلى الثورة نتاعنا تتميز على كل الثورات الأخرى بأنها ثورة مدنية. نعم. وثورة سلمية. لأنه الشعب فعلا يعني طالب بحقه طالب حريته وانتفض وكان جيشه معاه ووقتها فعلا الجيش حس بمسؤولية اللي هي مسؤولية كبيرة اللي هو جيش الشعب ولا بد باش يحمي الشعب. المهمة هذه هي في الحقيقة مهمة حفظ النظام تضبطها عدة قوانين وعدة تراتيب وهذه يعني يعرفها الجيش الوطني ومدرب عليه إلا أنه القرارات اللي كانت يعني حاسمة هي أنه لا يستعمل إطلاق النار لكن مع مرور الوقت لاحظنا أنه وقعت انفلاتات أمنية ووقعت فوضى كبيرة في البلاد وكانت التعليمات كذلك واضحة أنه مهما كانت الظروف يعني الشعب لابد أن نصونه والمواطن لابد أن تتم صيانته. كانت تعليمات يومية ومتابعة يومية في الحقيقة على مستوى كل القيادات الميدانية تحية كبيرة لهم والصبرهم والأدائهم الرائع لأنه حقيقة هذيك هي هذيك الملحمة اللي كانت فخورين احنا الكل القادة طبعا اللي قادوا الثورة هذه واللي كانوا حماوا كما قلت انت المؤسسات العمومية والخاصة المؤسسات السيادية وكانوا حماونا احنا كمواطنين وكما قلت انت وذكرت كان شهدت مرحلة ما قبل 14 جانفي او حتى بعد 14 جانفي 2011 انفلات امني يعني بالنسبة للمؤسسة الامنية لقينا المؤسسة العسكرية هي اللي بالعكس تحاولوا أنه تجمع يعني كل الإطارات وطبعا تحمي المواطنين من الأشغال الشغب من النهب من السطو من كل الأعمال هذية. فعلا هي الوحدة العسكرية وقتها كانت واجهت عدة أشياء في نفس الوقت وما كانتش مضطرة لأنه بالإضافة إلى حماية النقاط الحساسة والنقاط الحيوية في البلاد يعني الانفلات الأمني خلى الجيش كذلك يحمي المراكز تاع الأمن يحمي مراكز الحرس. نعم. يحمي الأقاليم. يحمي بعض المعتمديات اللي كانت يعني ماهيش مبرمجة حتى كنقاط حساسة ونقاط البلديات
وبالتالي أصبحت المهمة ثقلت شيئا فشيئا. من وقتها كما ذكروا جاءت الفكرة متاع أنه لا يمكن للجيش أن يغطي كل المواقع، وبالتالي جاءت فكرة حماية الأحياء من طرف شباب الأحياء ومن طرف يعني أهل الأحياء. وكانت ملحمة كبيرة التقى فيها الجيش بشباب تونس وفعلا شمروا على سواعدهم، وهذا يذكرنا كما يذكر الجنرال عمار كونها احنا صغار ما نعرفوهاش وقتها، لكن في بداية الاستقلال سنوات 55 و56 في بداية الاستقلال تنظمت يعني أبائنا وأجدادنا نظموا نفس الطريقة متاع العمل بالدفاع على قراهم وعلى مدنهم، وتعاودت نفس العملية هذه في يعني في بنزرت كذلك. نعم. إذن كانت ملحمة كبيرة فعلا شباب تونس وبكهوله وبنسائه في الليل، يعني كانت الشباب يحمي الأحياء وكانت النساء تقدم الشاي وتقدم الأكلات، يعني رأي حاجة كانت رائعة برشا، وهذه توثق يعني في تاريخ الدفاع الشعبي الشامل اللي عاشته تونس وقت. صور ايضا سيد العميد كانت حلوه برشا، صور التالف بين الشعب التونسي وبين الجيش، وانه كيفاش كان تكامل ما بيناتهم، وايضا كان تدخل المؤسسه العسكريه حتى في بعض الامور يعني اللي تتجاوزوا، ربما تدخل في مستوى توفير الخميره مثلا على سبيل الذكر للحصر، يعني بالنسبه لجندوبه وقتها كانوا كل المخابز معناها مغلقة وكانت مشكلة معناها، إلا أنه في مثل هذه الحالات تدخل المؤسسة العسكرية وتبرهن مرة أخرى وأنها صامتة وأنها متماسكة وأنها وراء الشعب التونسي. فعلا هي في الأسبوع الأول من الثورة ثم أشياء ما شافوهاش المواطنين، هي أنه كان انفلات أمني كبير وكانوا حتى الخبازة غير قادرين على التحاق أماكن عملهم، فتم تشكيل دوريات بالليل وبالنهار يحملوا الخبازة ويعسوا على المطاحن وأماكن توزيع وقنوات التوزيع. علاش ما حسيناش اللي ثم فراغ ونقص في التوزيع؟ لانه فك الفوضى هذيك يعني مش ممكن باش انسان يغامر ويخرج باش يهز يمشي يعد الخبز مثلا، فكانت تشكيلات عسكريه تلتحق بالخبازه وتهزهم الى اماكن العمل وتحمل المخابز. هذه كانت في الخفاء ما تظهرش، الا ان هذيك اللي خلى كون الخبز كذلك ما انقطعش، وكانت عمليه اخرى منظمه راهي ماش حتى حمايه الغابات. نتذكروا حمايه الغابات ايضا، حمايه محاصيل القمح، حمايه بالضبط التمور بالضبط. هي في الوقت هذاك كانت تذكروا يعني المهمه بدات تكبر على الجيش التونسي، بدات تكبر والجيش استدعى الاحتياط وترك كذلك ثم بعض الجنود اللي باش يخرجوا ما خرجوش باش ينجم يعاود المجهود نتاعو، لان في نفس الوقت نتذكروا اللي انطلقت الثوره الليبيه في 17 فيفري وكان الجيش واجه في نفس الوقت يعني الحدود التونسيه يعني الغربيه والشرقيه والحدود البحريه، المجال الجوي، المدن، وكذلك الدفق الكبير نتاع اللاجئين اللي قدموا من التراب الليبي، وكانت اعداد كبيره. وصلنا باش في اليوم الواحد يجونا بالعشر الاف لاجئ، وكانت اول ما عمل الجيش التونسي اعد مستشفى ميداني واعد مخيم عسكري تونسي، وبدات المنظمات الدوليه والبلدان الصديقه والشقيقه اللي نذكرهم كما المغرب والامارات وقطر اللي عاضدوا بشكل كبير المجهود التونسي باش نجمنا نتغلبوا على الوضعيه هذيك، وتم اعداد 6 مخيمات كانت الطاقه نتاع الاستيعاب 35000 لاجئ، ومرت على تونس من وقتها لتو 1,600,000 لاجئ. الشعب التونسي احتضنهم يعني في عائلاته في ديارهم في الجنوب التونسي، تحية لشعبنا في الجنوب اللي بالحقيقة كانت ملحمة كبيرة برشا. الناس يعني بدون تعليمات وبدون أي طلب يعني يوصلوا الناس فتحوا أبوابهم، لكن من الأشياء اللي يعني الملفتة للانتباه واللي بالحق يلزمها تتقال كانوا ثم ناس يجوا يقيدوا أسمائهم على لوحات ينتظروا باش يهزوا عائلة يضيفه، ولو كان في آخر نهار ما يخلش عائلة يغضب الجنوبي. عشناها يعني اشياء كما كانت حاجه مش بعيده طبعا حاجة على على يعني سلوكنا ولا الحمله التضامنيه كبيره. نعم به السيد العميد لو كان ربما تشاطرني في رايي، وانه لولا رفض ربما التعليمات اللي كانت صادره طبعا من النظام السابق على توجيه طبعا الرصاص واطلاق الرصاص على المتظاهرين والمحتجين وقتها، كانت ربما ثوره باش تتجه الى منحى اخر مغاير تماما للي صار توا. اكيد احنا امامنا امثله ونشوفوا يعني ربما الحياد الايجابي او الموقف الملتزم مع الشعب كان يعني مفصلي وكان يعني حاسم جدا، لانه في الوقفه هذيك بالحق الجيش اخذ موقف الصحيح وجاء من مع الشعب. كما نشوفوا يعني في الوضعيه هذيك هي لزمها قرارات، هي التعليمات تعليمات واضحه، هي يعني حمايه البلاد وحمايه المواطنين
إذن القائد العسكري كيف يمكن له أن يعني يتقبل هذا الأمر وكيف أن ينفذه؟ فاختار قائد الجيوش أن يكون يعني الالتزام التام بمضمون المهمة اللي هي مهمة مكتوبة، ولكن أكد على أن تكون فقط في حماية المؤسسات والملك العام. وعنده كلمة مشهورة يقول احنا نحمي الملك العام ولا نحمي الملك الخاص، لأنه نذكره في الوقت ذاك فما أملاك خاصة والتمهدة بتاع ناس معينين، فارفض بالذات أن الجيش يدخل باش يحمي يعني فيلات أشخاص أو ممتلكات أشخاص، بينما المعامل اللي هي متاع أشخاص لكن تمس المواطنين تمت حمايتها. طبعا هناك كذلك نقطة. نعم نقطة أخرى سي مختار حبيت نطرق لها، وهي تحسب طبعا لجيشنا أنه في الوقت اللي نادى فيه الشعب العديد من المرات قبل 14 جانفي وحتى بعد 14 جانفي تدخل المؤسسة العسكرية في السلطة، هو بالعكس ما اغتنمش الفرصة هذه، وكان كما قلت أنت عنده دور حيادي وقام بتوفير الأمن وحماية التونسيين من أعمال كما قلت الشغب والأمن. هذا كذلك راه قرار إرادي وقرار وراها أشخاص وراها شخص ربما باش ما نذكروش بالاسم لأنه هو ما يحبش يسلم ذكروه فما تشوفوه حتى في الأمور هذه، هو قرار كان حاسم كذلك، لأنه فعلا فك الفراغ هذاك الشعب طلب والمؤسسات طلبت، لأنه فراغ لابد من أن يملأ الفراغ، إلا أنه الجيش التزم بأن يكون جنب جيش جمهوري، جيش احترم يعني الشرعية الدستورية و أكد وأصر على أن يكون الاتجاه هو احترام الدستور واحترام القوانين، فكان يعني له ذلك. ورغم ذكروا موجة تشكيك موجة الكلام والجيش في كل مرة حتى بعد شهر أو بعد 15 يوم الجيش يتربص الجيش سيعود، وهناك حتى مسؤولين للأسف ذكروا الكلام هذايا، إلا أنه إلى اليوم يبرهن الجيش ويعيد البرهنة على أنه لروا جيش جمهوري جيش وطني جيش الشعب التونسي جيش تونس، وليس له أي غاية أخرى إلا حماية هذا البلد وصيانة ترابه وصيانة أهله والعلم. نعم حيادية ربما الجيش التونسي نجم نقراها حتى في أبسط الأشياء، ولو أنه حتى على مستوى الانتداب سيدي العميد. أنا. يعني الشروط اللي زي ما توفر لا ترتقي إلى شروط معناها عرقية أو شروط سياسية أو شروط، يعني هي شروط عادية، أنه يكون بالغ من العمر سن معين، أنه يكون عنده مستوى تعليمي معين، يعني فماش شروط سياسية أو عرقية للالتحاق بالجيش، هذا خليه يكون حاجة هامة ويخليه يكون عنده حيادية معناها في على مستوى السياسي. فعلا النقطة هذه نقطة هامة جدا، لأن الضباط وضباط الصف ورجال الجيش لما يتم انتقائهم يتم انتقائهم فقط وفقط على المستوى العلمي المستوى الأكاديمي المطلوب بقطع نظر على الانتماء الجهوي. بالعكس يعني ساعات تو لو نعملوا جرد أو مسح للوضعية الاجتماعية في جيش تونس تشوفوا من كل بوادي تونس من كل جبالها من كل مدنها الجيش ممثل، وهذيك حاجة هامة جدا، لأن ثم حتى عدد خبراء جو يتسائلوا على هالدور، لماذا تصرف الجيش الوطني بهذا الشكل؟ لأن يعني الجيش ما كانش معروف بهالشكل هذا. عندنا يعني خبير أمريكي في العلوم الاجتماعية جانا أخيرا الجماعة 9 أفريل وطرح وعمل عدة دراسات على عدد جيوش عربية، هي الكلمة تداولوها بعض صحف أن الجيش الوطني التونسي هو جيش جمهوري وسط نظام كلياني سيستم توتاليتير. يعني فتسألوا الأساتذة الجامعيين كيف ذلك؟ فقال هذا الجيش لم يكن سياسي مسيس، لم يكن يعني داخل في الاقتصاد البلد وبالتالي بعيد عن الفساد وكل ذلك، وكان يحترم قوانين الدولة. فبهذه المواصفات لا يمكن أن يعد هذا الجيش إلا بأنه جيش وطني وديمقراطي. هذه الحاجه نعم. اللي وان الجيش طبعا كان كما قلت ملاذ امن المواطنين، كان درع بالحق للوطن وكان حامي الوطن هذا. شكرا لك سيدي العميد على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا، انه ان شاء الله يعني مرت سنه اولى ثوره، ان شاء الله ان شاء الله تكون مسيرتنا نجحت وادت يعني ربما الى خطوه، ان شاء الله الخطوات الجايه تكون إن شاء الله هي الأكيد، وأنه كلنا نجمع وأنه الدور كان ريادي ودور كان حاسم مهم بالنسبة للجيش التونسي. شكرا لك سيدي العميد مختار بن نصر على قبولك الدعوة، شرفتنا مع بحضورك يعيشك. شكرا لك. نستقبل الآن مع بعضنا العميد عبد المجيد متيراوي، شكرا لك على قبولك الدعوة، أهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخير.
سيد العميد، كنا تحدثنا عن الدور الريادي اللي قام به جيشنا التونسي، لكن الأكيد وأن وراء كل هذا الدور فما خطط أو فما توفير معطى لوجستي، يعني في هذا الأمر توفير معدات، توفير تقنيات، توفير موارد بشرية باش تكون صامدة ومتماسكة في ظل كل التغيرات اللي عشناها قبل وأيضا بعد 14 جانفي. شكرا وبارك الله فيك على هذا السؤال. في البداية نحب نغتنم هذه الفرصة يعني العزيزة على قلوب كل التونسيين، نعم، بأن أترحم على أرواح الشهداء وأن أتقدم بأحر التعازي إلى عائلاتهم، نعم، وأن أتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين. ويعني أنا نحب نذكر اللي الخدمة الوطنية هي دائما معناها واجب مقدس على كل المواطنين، وهي واجب على كل شباب تونس البالغ من العمر 20 سنة، واللي في الحقيقة يقعد مطالب بأدائها إلى حين بلوغه سن 35، وهي السن القصوى معناها للتجنيد. فيما يخص الموارد البشرية، في الحقيقة أثناء الثورة ما لقيناش معناها صعوبة تذكر أبدا، يعني حيث أنه معناها الشباب يعني أقبل على الخدمة الوطنية وعلى التجنيد بكل تلقائية وبكل عفوية طوعية. وبكل كما قلت توعية، ويعني قد تم ملاحظة تسجيل عدد كبير من الشباب خلال شهر مارس، ينقارنوا معناها بالشهر التجنيد اللي وقع قبل الثورة في شهر ديسمبر. لاحظوا أن العدد اللي أقبل خلال الثورة كان تقريبا 4 مرات يساوي العدد اللي معناها صار قبل الثورة، وهذا يدل معناها دليل قاطع على أنه معناها الشباب ما انتظرش معناها باش يعني الاستجابة يعني بكل تلقائية لعملية التعبئة، وعزز القوات المسلحة، وقد تم تعبئة حوالي 7000 فرد من العسكريين من جيش الاحتياط لتعزيز القوات المسلحة ولمعاضدة المجهود الوطني أثناء الثورة. هذا بالنسبة للموارد البشرية. هذا بالنسبة للموارد البشرية. كذلك فإنه معناها كيف كم تسخير كافة الموارد اللوجستيكية المتوفرة في القوات المسلحة وتدعيمها، وكانت في الحقيقة يعني قامت بواجبها على أحسن وجه وبدون أي صعوبة تذكر. فما نقطة هامة حبيت نتحدث عليها، ومرحلة هامة كانت برزت في تاريخ طبعا الثورة التونسية، هي مرحلة الانتخابات. يعني الانجاح الانتخابات كان طبعا وراها الجيش الوطني التونسي اللي كان منتشر في كل مراكز الاقتراع، وكان الحقيقة قام بدور البطولي لإنجاح هذه الفترة. لو كان تحدثوا شوية على هذا الدور اللي قام به جيشنا التونسي. هو الدور اللي قام به الجيش التونسي في موضوع من الانتخابات، أيضا تم تعبئة تقريبا نسبة 100% من القوات المسلحة للقيام بمعاضدة الانتخابات، من دون أن ننسى منظومتنا في الحدود والمنظومة على يعني استقبال اللاجئين. وكما تعرفوا تم معناها في نفس تلك الفترة يعني فتحنا الحدود في الجنوب الشرقي لاستقبال معناها اللاجئين، وفتحنا المنازل وفتحنا قلوبنا وتقاسمنا معهم الغذاء وأقراص الدواء. ولم ننسى ايضا معناها النجاح معناها الانتخابات اللي كانت معناها بشهاده معناها كل الاطراف سواء كانت داخليه او خارجيه، انه الجيش وقف بطبيعه اولا على مسافه واحده من كل الاحزاب بدون استثناء معناها، ويعني قام بتأمين الانتخابات على الوجه الأكمل، ويعني من صناديق الاقتراع وصلناهم حتى معناها احنا الرهان هو حتى نوصلوا معناها الصناديق معناها وتفتح وتم معناها الإعلان على النتائج، وقتها نقولوا أنه المهمة بتاعنا يعني اكتملت ونجحنا فيها. وحقيقة معناها أظهر معناها
كل الإطارات المكلفة بحماية الانتخابات يعني يعني الكفاءة ويعني الحيادية التامة، ولم نسجل أي معناها ملاحظات معناها تخل معناها بهذه العملية. باهي، إلى جانب طبعا حماية كما قلنا المؤسسات العمومية والسيادية، إلى جانب إنجاح الامتحانات في مراحلها الثانوية والجامعية، أيضا حماية كما قلنا المحاصيل الزراعية، وطبعا العديد من الأدوار اللي قام بها الجيش التونسي. لهنا سؤال ربما نطرحوه، بعد كل هذه الأدوار وتقريبا قاعدين والحمد لله نعيش في وضعية أمنية الحمد لله مطمئنة جدا وعادية، هل يفكر ربما حاليا الجيش التونسي في التراجع وفي اتخاذ مراكزه التقليدية القيادية اللي كان عليها قبل 14 جانفي، أو ربما أنه يخير وأنه يكون يساند هذا العملية الانتقال الديمقراطي ويكون أيضا حاضر معنا في هذه العملية؟ بالطبيعة هو الدور الجيش الوطني هو دور يعني لحماية المؤسسات يعني العمومية، وهو أيضا يحمي الديمقراطية الناشئة، وهذا عهد معناها قطعناه على أنفسنا يعني. يعني الجيش يبقى دائما على الثوابت نتاعه، وعلى وهو مؤسسة متماسكة تؤمن بالثوابت وتؤمن معناها مهما كانت الظروف، وهو يعني بجانب الشعب وهو بجانب المؤسسات معناها العمومية وهو بجانب المواطن يعني في كل الظروف. وفي الحقيقة هذا ليس بجديد على الجيش الوطني. نعم. فمنذ معناها أن تكون معناها وتأسس الجيش الوطني فهو على هذا المسار، ويعني دائما في تدعيم هذه الثوابت، وهو معناها كما قلت دائما بجانب الشعب وبجانب المؤسسات العمومية. بالفعل سيد العميد، كما قلنا وأنه الجيش التونسي برهن وأنه صامد وأنه متماسك وأنه رأى كل الشعب التونسي وأنه رأى نجاح وانتصار هذه الثورة اللي كما ذكروا نحتفلوا بذكراها الأولى. شكرا لك سيد العميد على قبولك الدعوة، شرفتنا وفخورين جدا طبعا بجيشنا الوطني البار حامي حماية هذا الشعب العزيز علينا. شكرا لك. شكرا وبارك الله فيك، مليء لك نهار مبروك. إلى اللقاء. شكرا لك. احنا مازلنا باش نواصلوا معنا زميلتنا باش تحضر معنا الان، نستقبلوها مع بعضنا لميا بيوض. صباح الخير لميا. صباح الخير منال، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك لميا، لاباس عليك؟ لاباس يعيشك الحمد لله. لاباس باش نبداو توا عندنا اخبار، عندنا مجموعه من الاخبار الجهات، من بعد باش تكون عندنا زده اخبار الجهات لكن في الصحافه الوطنيه. تويك اخترنا يعني مجموعه صغيره من اخبار الجهات لكن التفاصيل ان شاء الله باش تكون في فقره الصحافه الوطنيه. أول أخبار. قبل ما نبدأ بالأخبار عنا ربط مباشر مع مدنين حاضر، نمشيه مع مدنين ومع نجم الشاشة الأولى خميس ببطان. أهلا وسهلا بك خميس. مساء الخير، صباح الخير منال، بطبيعة الحال تحية ليك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الثانية. نحن مباشرة من مدينة تطاوين في متابعة لآخر المستجدات على الساحة في جهة الجنوب الشرقي، وكذلك على مستوى الاحتفاء بالثورة التونسية التي تحتفي بمرور سنة أولى لهذه الثورة المجيدة. ما دمنا نتحدث على ولاية مدنين ولاية تطاوين، بطبيعة هاتان الولايتين قدمتا شهداء في هذه الثورة، ثلاثة شهداء في ولاية مد تطاوين وأربعة شهداء في ولاية مدين ومجموعة من الجرحى. سنتحدث عن كل هذا منال في ربطنا المباشر اليوم من مدينة تطاوين، وكذلك على المستجدات التي تعيشها هذه الجهة خاصة في مستوى الاحتفالات بهذا اليوم. بالطبيعة هي الاحتفالات هذه التظاهرات التي تحيي الذكرى الأولى لثورة الكرامة تنتظم في كل نقطة في كل شبر من ولايات الجنوب الشرقي التونسي. في الحقيقة عديد التظاهرات، وباش نركزوا خاصة على المدن التي قدمت الشهداء في هذه الثورة التونسية. بالطبيعة كما ذكرت ولاية تطاوين ولاية مدنين قدموا الشهداء، وخاصة في مدينة تطاوين، مدينة جرجيس، مدينة مدنين، وكذلك جربة الجيم، هذه المدن التي قدمت الشهداء والجرحى في الجهة.
بالطبيعة باش نتحدث كذلك على مستجدات أخرى تهم الساحة النقابية، الساحة الاجتماعية في الجهة، من بينها ندوة وطنية تنتظم اليوم في ولاية تطاوين حول الخدمات اللي يقدمها نظار الصحة العمومية بالمؤسسات الاستشفائية التونسية والجمعية الودادية لنظار الصحة العمومية. ستقدم ندوة اليوم في مدينة تطاوين حول حسن الاستقبال وجودة الخدمات بالمؤسسات الاستشفائية التونسية، وبطبيعة الحال دور مهم للنظار الصحة العمومية وكذلك الممرضين في المسألة هذه. في السياق هذا باش نتحدث مع ضيفنا السيد فخر الدين كمون، وهو رئيس الجمعية الودادية لنظار الصحة العمومية، حول هذه التظاهر. سي فخر الدين مرحبا بك وصباح الخير على القناة الوطنية الثانية. صباح النور، صباح الخير للمشاهدين الكرام في أنحاء ربوع تونس الجميلة. احنا اليوم احتفالا بالثورة، جينا من أقصى تونس إلى الجنوب باش نحتفلوا في تطاوين، وعندنا ندوة حسن الاستقبال وجودة الخدمات. جاو في الندوة هذه خويان من بنزرت، من تونس، من صفاقس، من قصري، من كافة الولايات باش نحتفلوا بهذا ونشاركوا خويانا في تطاوين فرحتهم المناسبة هذه. بالمناسبة نحب نحييهم لأن هم أعوان الصحة، الندوة هذه تنظم تحت إشراف سيد وزير الصحة، وحابين نحييهم لأن هم من الناس جنود خفايا خدموا في عهد الثورة وما ارتاحوش ولو دقيقة واحدة تلت الصيف يخدموا كل شيء. جيناهم قبل وسندناهم وعملنا معهم، واليوم جينا نعملوا في ندوة باش نحيوا المدينة هذه ويجوا لخويان، واحنا فرحانين من اللي جينا اللي وصلنا. الأمن موجود، الطريق سالم، كل شيء والحمد لله، وتحية لخويان الكل. هو كما كانت تتحدث منذ قليل زميلتنا منال مع الجيش الوطني والإطارات والقيادات في الجيش الوطني اللي كان السند الكبير لنجاح الثورة التونسية، أكيد الإطارات الصحية المدنية كانت من بين الجهات التي أن نجحت الثورة التونسية، خاصة استقبال الشهداء، استقبال الجرحى وتقديم لهم الخدمات. بطبيعة نتحدث على الندوة هذه، شنو هو الإضافة اللي تحبوا تقدموها وشنو هو الإشكال اللي تحبوا تتجاوزوه من خلال عقدكم لهذه الندوة؟ الندوة هذه نحبوا نخرجوا بحاجة، نحبوا نوصلوا حسن الاستقبال وجودة الخدمات. احنا نحبوا نحافظوا على مكاسبنا الصحية، ونحبوا نحافظوا على موارد الرزق نتاع الصحة، ونحبوا المواطن يديما عنده ثقة في المستشفيات نتاعو. وهذه نحب نحسوا لخيان، تعرف نظار الصحة هم ركائز نتاع المستشفيات، هم خبراء. إذا نظر تقع عنده 30 سنة و 25 سنة خدمة وهو يسير في مستشفى، وهو يسير كذا عنده أفكار، نحبوا ناخذوا منهم الأفكار هذه، ونحبوا نخرجوا بتوصيات إيش نجموا نقدموا في الميدان هذا من حسن استقبال. من بين الحاجات دوناه البارح قلنا لي ما لا باش نقترحوا على سلطة الإشراف والمدارس الصحة باش نخلقوا برونش جديدة، هي البرونش هذه في حسن الاستقبال، ناس يتكونوا في حسن الاستقبال، لأن أهمية كل شيء عندنا موجود، لدينا عندنا، الأفكار عندنا، المهارات عندنا، كل شيء بقص نقصتنا حاجة بركة، ربما الضغوط والعمل وكل شيء تخلينا عايشين مثلا في ستريس كل شيء. نحب نوصلوا أكل الضحك الحقيقية، أكل الاستقبال الحقيقي، أكل تعرف المواطن كي يجيب معها مصاب يبدأ حاير عليه، يبدأ إحنا نحاول نمتصر الغضب بتاعه، نحب نريضوه بطريقة أخرى، نحب نطوروا كل شيء. هذه المفهوم بتاعنا، وهذه اللي نحبوا نخرج به في الندوة هذه، وخاصة عندنا ثقة في الخيرين اللي هم النظار، هم خبراء باش يعطونا أفكارهم، يعطونا كل شيء نخرجوا بها الحاجة جديدة إن شاء الله. بالطبيعة هو الهدف لابد من تحقيقه من خلال هذه الندوات هو تحسين صراحة الاستقبال في المؤسسات الاستشفائية التونسية، اللي في بعض المرات بصراحة المريض أو المرافق له يلقى بصراحة ما يلقاش ما ينتظره في المؤسسات الاستشفائية بطبيعة الحال على مستوى الخدمات، وهذا دوركم كبير خاصة في تأطير الممرضين. سي فخر الدين، إن شاء الله إن شاء الله هذا هو الهاجس الوحيد نتاعنا، وإن شاء الله داخلين بعزيمة قوية، بعزيمة معناها قلت لك كفولة دي من نحب نوصلوا بحاجه باهيه، ونحب نخبيش عليك انا نقولها بصراحه وقدام الملا كل، نحب ندافعوا ونحب نخليوا المريض ولا المصاب يبدا عنده ثقه في المستشفيات نتاعو اكثر من المصحات الخاصه، لان المصحات الخاصه شنو توفر حاجات بسيطه تزيد علينا، لكن المهارات تجدها كان في المستشفيات. اكل القوه نتاعنا العلميه والقوه نتاعنا السبعات الموجوده من اطباء، من ممرضين، من فنيين، من نظار، هذيك
تلقاها كان المستشفيات، نحبوا نبرزوها هذه، اش نحسنوها؟ نحسنوها كان من ناحيه الاستقبال وناحيه كل شيء، حاجه برك ان شاء الله من الباب المستشفى حتى تدخل داخل تلقاهم اعوان صح حقيقيين، لان توك مش نرى سبع ايام، راهو اللي استقبلوا في البيبان مش هم اعوان صح حقيقيين، راهم شركات راهم كذا، فلهذا نحيوهم ونعاونوهم وربي يعاونهم على الخدمه نتاعهم، لكن فما فرق ما بين وقت اللي بدا عاون صحي يحافظ على روحه ويحافظ على مكاسبه ويحافظ كل شيء، فما واحد تلقاه في المستشفى داخل المستشفى ان شاء الله هذه النتيجة فيها. واضح يعطيك الصحة. نعم منال، شكرا لك خميس، هذه كانت مصافحة أولى معك، لأكيد وأنه بعد قليل باش تكون لنا مصافحة ثانية معك، وتوا نواصلوا مشوارنا، وكما ذكرت منذ قليل كنا معك لميا وقلنا وأنه باش ناخذوا بعض الأخبار الخاصة بالجهات في مختلف ولايات الجمهورية. تفضل لميا. أكيد عندنا مجموعة من الأخبار الخاصة ببعض الجهات اللي باش تكون زادة فما أخبار أخرى في فقرة الصحافة الوطنية خاصة بجهات أخرى. أول خبر بمدينة مكثر، حيث شهدت مدينة مكثر من ولاية سليانة شلل في الحركة الاقتصادية وكافة أوجه النشاط الاجتماعي، هذا الكل بسبب حركة احتجاجية نظمها مواطنين احتجاج على تهميش جهتهم وعلى عدم الاهتمام بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وعدم الإصغاء إلى مشاغلهم من قبل السلطات المعنية. نعم. الخبر الثاني، مجموعة من المحتجين يقتحموا مقر ولاية توزر باش يطالبوا بالتشغيل، اقتحم عدد من عملة الحظائر الاستثنائية وأصحاب الشهائد العليا مقر ولاية بنزرت بعد ما احتجوا أمام المقر وطالبوا بعودتهم إلى عملهم، هذا الكل على إثر انتهاء عقودهم، مؤكدين أنه بنزرت أو توزر؟ لا توزر. نعم. من الشمال إلى الجنوب. أكيد. به هذا الكل بعد مطالبتهم بالعودة للعمل على إثر انتهاء عقودهم. نعم. مؤكدين أنه لم يتم تنفيذ العهود اللي قدمت لهم بالخصوص. به في الخبر اللي من بعد، قافلة الوفاء التونسية الليبية تحل بسيدي بوزيد. حلت المساء الخميس قافلة الوفاء التونسية الليبية بمدينة سيدي بوزيد في طريق عودتها لتونس بعد مشاركة أعضائها في احتفال ليبيا الأول بعيد استقلالها اليوم 24 ديسمبر الماضي. آخر لهنا حبيت فقط نقول أن القافلة هذه هي طبعا كانت انطلقت من أمام مقر السفارة الليبية بتونس نحو ليبيا، وطبعا تهدف إلى تدعيم التواصل الأواصر بين البلدين الشقيقين. نمشي للجيبليكس الثاني مع الربط المباشر مع زميلنا حسن الكريمي مباشرة من الكاف. صباح الخير حسن، أهلا وسهلا بك. صباح الخير منال، وتحية إلى كل السادة المشاهدين في هذه الصبيحة، وإن شاء الله كل عام وتونس بألف خير. جديدك حسن في كامل في الحقيقة ولاية شمال الغربي، وأيضا باش كنا مصافحة معك للحديث عن الاستعدادات للاحتفالات بهذه الذكرى الأولى لانتصار الثورة التونسية. بالفعل الشمال الغربي ربما بعض الاضطرابات شهدتها بعض المدن هذه الأيام على غرار مدينة الكاف البارح اللي شهدت بعض الاحتجاجات، أيضا في مدينة مكثر من ولاية سليانة يوم أمس كان إضراب عام شل مختلف المجالات الحياتية في المدينة، إضافة إلى اعتصامات وإغلاق الطرقات، وإن شاء الله إن شاء الله الحكومة ربما هذه لهنا المطالب الكبرى بالنسبة للمواطنين هو لفتة من الحكومة، يعني لابد أنه الحكومة تتحرك وتخرج إلى المناطق وتشوف مشاغل المواطنين، باعتبار أنه ثم لوم كبير من المواطنين، على الأقل المواطنين اللي تحدثنا معهم واللي كنا خرجنا باش نغطوا هذه الوقفات الاحتجاجية، المواطنين تقريبا جميعا أجمعوا على ضرورة أنه الحكومة تتحرك وتستمع إلى مشاغل المواطن في ربوع الشمال الغربي، باعتبار أنه الشمال الغربي في الحقيقة وضعيات صعبة جدا لمتساكني هذه الربوع وخاصة في المناطق الريفية. باش نتحدث على الاحتفالات بذكرى الثورة المجيدة، اليوم من المنتظر أن تشهد ولاية الكاف عديد الفقرات التنشيطية وعديد الفقرات في هذا المجال في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة المجيدة، على غرار ندوة ستلتئم حول واقع التنمية وأفاق التنمية في ربوع ولاية الكاف، إضافة إلى عدد من الفقرات التنشيطية للأطفال وللكهول والمسابقات
هذا تقريبا في ولايه الكاف. بالنسبه لجندوبه كذلك احتفال كبير بالنسبه لهذه الذكرى. هيئه التنظيم ارتأت ان يكون التنظيم في مدينه عين دراهم باعتبار انه مدينه عين دراهم كانت قدمت 4 شهداء خلال الثوره المجيده. الاحتفالات باش تكون من خلال عديد الوقفات الشعريه وعديد الملتقيات والندوه كذلك فكريه ستلتئم في هذه الربوع، بالإضافة إلى زيارة أسرة أحد الشهداء واللي هي أسرة تتكون خاصة من أبوين معوزين. إن شاء الله إن شاء الله الحكومة تنظر إلى أسر الشهداء، وهذا نداء ربما خاصة بالنسبة للأسر التي فقدت السند العائلي. شكرا لك زميلنا حسن الكريمي، ان شاء الله بعد قليل نرجعوا لك في مصافحه ثانيه. نواصلوا معكم مشاهدينا ونمشيو الان الى الموسيقى باش نستقبل معايا ضيفنا اللي هو توفيق. مرحبا بك، اهلا وسهلا نبيل. اهلا وسهلا بك نبيل، لانه يعني كان من المنتظر انه باش يكون معك كذلك زميلك توفيق. نبيل، لو كان تحدثوا على فرقه زهره الجنوب وابرز مميزات هذه الفرقه. قبل كل شيء نشكركم انكم دعيتونا اليوم. لا شكرا على وجهك. فرقة زهرة الجنوب تأسست عام 2000 وكانت تقوم بالعروض في الكليات واتحاد الشغل. نعم. بحكم الوضع نعرفوه الناس الكل، معناها حكينا فيها برشا. وبعد الثورة بدينا نقوموا بالعروض داخل الجهات وفي مركبات الثقافة. يعني الغناء، نوعية الغناء اللي تقدموه ملتزم نوعا ما. ملتزم، يتغنى بالثورة والحرية اللي أهم حاجة، ونركز ياسر على البعد القومي باعتبار أنه فلسطين، نقولوا احنا ما تنجح حتى ثورة ما دام فلسطين مستعمرة يعني. بالفعل. باهي نسمع معاك لو تسمح مقطع من أغنية شو اخترتنا في البداية. من التراث الفلسطيني. التراث الفلسطيني. يا مام ولي الهوى. نعم تفضل. كلمات حلوه برشا واداء كان اروع، شكرا لك نبيل. بعد قليل ان شاء الله نرجعوا لك مع مقاطع اخرى مع العزف وايضا الغناء، لكن توا يظهر لي زميلنا المراسل التلفزه التونسيه من قفصه حاضر، زميلنا الصحفي محمد الهيدي البحري. صباح الخير محمد الهيدي. صباح النور منال. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل اهالي ولايه قفصه والجنوب بصفه عامه. اهلا بك منال، وصباح الخير لكل مشاهدي القناه الوطنيه الثانيه. اذا منال، هذا الاسبوع شهدت مدينه قفصه عده تظاهرات ثقافيه. نعم. احتفاء واحتفالا بثوره 14 من جانفي. هناك عديد من التفاعلات إن صح التعبير، هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي شهدتها الولاية تقريبا منذ 3 أيام في تحضير سريع ورصين لفعاليات إن صح التعبير مهرجان ثورة 14 من جانفي. إذن بداية
التظاهرات وبدايه احتفالات كانت من خلال معناها تظاهره نظمتها وزاره شؤون المراه اقليم الجنوب الغربي للمصلحه الجويه بقفصه وهي احياء العيد الوطني للطفوله. هناك عديد من الشعارات التي رفعت في هذه التظاهره على غرار ثورتنا عزتنا، واطفال تونس يحتفلون بالعيد الطفوله في تونس. لهنا محمد الهيجي الاكيد وانه الاحتفال بعيد الطفوله ما توقفش على يوم 11 جانفي الا انه تواصل الى غايه اليوم وحتى غدوه بالنسبه لولايه قفصه. هذا الاكيد وانه كان تواصل للاحتفالات نظرا لاحتفالنا اليوم بالذكرى الاولى لانتصار الثوره التونسيه مع شبابنا وايضا طفولتنا واطفالنا. اكيد اكيد كنت ساتحدث عن هذا الموضوع بالذات لانه اليوم تقريبا هي الفعاليات باش تكون اكثر وباش تكون اكثر نشاط وباش تكون اكثر وضوح، ولهذا نحن في انتظار لمزيد من المعلومات. نحن في انتظار السيد عبد الحميد خضر رئيس مصلحه الطفوله بقفصه حتى يعطينا اكثر معلومات. اذا ايضا هناك تظاهر وردت علينا كثير من المراسلات على غرار المراسله التي جاءتنا من رئيس جامعه التونسيه للنوادي اليونسكو والاليكسو اللي فيها اعلان بتنظيم نشاط متمثل في رسم مكبر للعالم التونسي ببصمات الايادي من مجموعه من الشباب، اضافه الى عقد مؤتمر عبر الفيديو بين مجموعه من شباب ولايه قفصه مع مجموعه من شباب بلد اجنبي. ملحوظه المنال انه نعم. شيء من هناك هدوء كبير بمدينه قفصه، وهناك يعني خف الضغط على الشارع الرئيسي اللي امام مقر الولايه والحمد لله. ملحوظه نعم والحمد لله لانه كان تجمهر غفير يعني جداً. امام المقر الولايه هكا ولا اي كان التجمهر غفير وربما احيانا لا يصل الى درجه المبالغه يعني نعم. لكن هناك ربما ملاحظه نريدها بهذا الخصوص ان الموظفين ولايه مقر ولايه قفصه يعني تقريبا في حاله عدم شغل منذ 3 أو 4 أيام احتجاجا على الضغوطات واحتجاجا على طرق العمل ومنهجيات العمل في يعني في ظل هذا الضغط الجماهيري الكبير والكبير جدا. المهم ايضا وردنا ايضا مراسله اخرى هي بيان يعني من السابقة التي حدثت مؤخرا بمنطقة أولاد مرزوق بأم الأكساب بالقصرين، مشكلة هذه الشاحنة التي تم حجزها للملابس المستعملة نعم. وتم يعني ربما نقول بين ظفرين احتجاز نعم نعم تفضل واصل لا أسمعك يا منال أنا نسمع فيك 5 على 5 إذن هذه الإشكال الذي تم مع والحمد لله حله هو احتجاز بعض أعوان الديوانة من طرف أهالي سائق هذه الشاحنة، وقد حل الإشكال بكل يعني بكل أريحية إلى أن يبت القضاء في مسألة السائق ومسألة الشاحنة المحتجزة. إضافة إلى هذا نحن أيضا ننتظر السيدة عفيفة نجاح مدير دار الثقافة بقفصة لتعطينا لمحة عن مهرجان الثورة الذي سيقام اليوم احتفاء بالثورة، وهذا المهرجان سيكون فيه 3 معارض منها معرض فوتوغرافي أيضا بخصوص الثورة ومعرض فن تشكيلي بخصوص الثورة، وأيضا هناك إبداعات وإنتاجات أطفال نوادي الأطفال بقفصة أيضا نفس الموضوع، والاهتمام سيكون أساس ضحايا الثورة والمصابين في الثورة وهلم جر. وفي انتظار ضيوف نحن معكم في انتظار أن نعم يعطونا لمحات أو أفكار حول هذه المهرجانات. نعم هذه كانت مصافحة أولى معك إن شاء الله في انتظار ضيوفك أو ضيفك اللي باش يكون حاضر معك نلتقي معك بعد قليل. نواصل مشاهدينا حبيت نرجع لك نبيل لو كان تسمح ونرجع نزيدوا ناخذوا أكثر ما يمكن من المقاطع الموسيقية ونشوفوا شنو اللي باش تختار لنا توا. نحب واحنا نحتفلوا بعام على مرور الثورة التونسية باش نقدموا تحية
الأطفال سوريا وفلسطين والعراق. وإحنا كنا احتفلنا بعيد الطفولة. لأنك طفل يا ولدي أهدوك حصار. لأنك طفل يا ولدي أهدوك حصار. أهدوك حصار لأنك طفل يا ولدي أهدوك حصار. أهدوك حصار لا تعرف حتما يا ولدي معنى الأسرار. لا تعرف حتما يا ولدي معنى الأسرار. أصرخ يا ولدي بالدنيا، أصرخ يا ولدي بالدنيا، كيف سأحيا كيف سأحيا كيف سأحيا من غير سلام أو حب، من غير أمان. شكرا لك دبيل على هذه الكلمات المعبرة الحقيقة. أتمنيه تحرير القدس في أقرب وقت ممكن، وأيضا نتمنيه طبعا أن يكونوا كل أطفالنا في كامل طبعا هذا القطر العربي يكونوا بخير يا ربي. نمشيه الآن إلى ربط آخر مباشر مع زميلنا مراد مزيود. أهلا وسهلا بك مراد، مرحبا. صباح الخير منال، صباح الخير السادة المشاهدين في الوطنية الثانية قناة الجهات. هذه المرة جديدك في ولاية التوزر. نعم نعم، هذه المرة صباح الخير باش تكون مشتركة منال، ماهيش من ريح الفرنان، ماهيش من الوسط، ماهيش من ريحة النخلة، بل ريحة الثورة المجيدة نسمة الحرية. البرامج بصراحة كانت ثرية جدا في ربوع الجريد وفي قبلي، خاصة في المناطق التي سقط فيها شهداؤنا الأبرار. مثلا في البرنامج اللي كان في دوز انطلق من يوم الخميس 12 جانفي، يوم سقوط الشهداء حاتم بالطاهر ورياض بن عون، كانت الانطلاقة بساحة الشهداء بدوز باستعراض مهرجان خطابي وشعري ورشات الرسم مع نتائج مسابقات في الرسم والشعر، ثم عرض موسيقي دعكة البرج الفنان رضا عبد اللطيف، ثم بدار الثقافة بدوز عرض شريط استشهاد حاتم ورياض لصالح جدي، وهو معناها في شكل هدية من هذا الفنان الممثل العظيم إلى أهالي الجهة، ثم وقع عرض موسيقى الفرقة الملتزمة نغمة وكلمة، ثم شريط الفلاقة، واليوم زاد يتواصل الاحتفال بالذكرى الأولى للانتفاضة بدار الثقافة بدوز المنتدى الفكري، بدار الثقافة عرض شريط سينمائي وثائقي، ثم يوم الأحد يختتم المهرجان بساحة حنيش وسباق للمهاري. كما انطلق المهرجان أيضا الاحتفال بهذه الذكرى الأولى بولاية توزر، وكانت الانطلاقة يوم 11 إنجان في بدقاش، حيث سقط 3 شهداء، الأمجد الحامي عبد القادر المكي وأيمن العبيدي، حيث كانت الاحتفالات بالعديد من التظاهرات الثقافية، وكانت الانطلاقة بقراءة الفاتحة على مقابر شهدائنا الأبرار، حيث حضر فيها ثلة من المكونات المجتمع المدني والسيد الوالي والمعتمد الجهة وأعضاء المجلس التأسيسي. ثم كذلك في ساحة دقاش وقع تكريم شهدائنا بألوان تشكيلية على حائط المعتندية أين سقط الشهداء،
ثم تواصلت التظاهرة في عشية يوم 11 جانفي بعرض شريط وثائقي يستعرض جميع الأحداث التي وقعت طيلة سنة كاملة، ثم كذلك تتواصل الاحتفالات بولاية توزر بمقر الولاية، أي اليوم في توزر انطلاق ماراثون يشارك فيه جميع مكونات المجتمع المدني، ثم يقع على إثره توزيع الجوائز. كذلك ستنتقل مجموعة من الحافلات والسيارات من المجتمع المدني حاملة لشعارات الشعب يريد تكريم الشهداء، ستنتقل إلى أدقاش، ثم في الساعة الرابعة بالمسرح لواء الطلق بتوزر عرض مسرحية صرخة الشباب إخراج عبد الواحد مبروك وهي من أهالي الجهة. كذلك في سوق الأحد وقع تكريم الشهيد ماهر بالحاج وعلى إثر مسيرة عارمة جابت جميع أرجاء البلاد. كذلك لا ننسى الشهيد إقبلي رامي العابد الذي سقط في فيفري، وبالمناسبة كنا نحن حاضرين القناة الوطنية الثانية لذلك اليوم المؤلم. معايا عائلة تكرمت ونتكرم معنا بتشريفها وجاءت إلى 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 المقر لنتحدث عن ذكرى أليمة ولكنها تبقى في قلوبنا جميعا ولن ننساها. عائلة عمار الشباطي من توزر، مرحبا بك، على السلامة حاجة. صحيح هي ذكرى أليمة لكنها ستبقى خالدة في أذاننا، ولكم الشرف اليوم أنكم الشعب التونسي والأمة العربية تحتفل بهذه الذكرى الخالدة وخاصة بشهدائنا الذين ضحوا بدمائهم من أجل وطننا العزيز. ولدك عمار الشباطي. عمار الشباطي الله يرحم الشهيد بتوزر والله يرحم جميع الشهداء. كان نرجع بالذاكرة شوية، كيفاش كانت الحادثة الأليمة؟ الحادثة إثر صلاة العشاء، صلى ولدي ودخلنا الكل وقعدنا في الصلاة نتفرجوا على التلفزيون، بدا الكرتوش يضرب، طلعنا عندنا طابق ثاني، طلع ولدي هو الطفل الصغير اللي يقرأ في الجامعة في سوسة حلمة جامي زال ساكا محطوط، ما زلنا قاعدين نتفرجوا والكل حل الشباك باش يسكر البيرسيان باش يطل لك ضرب الكرتوش وك الجري وك الضوضة والجلبة في الشارع. ضربت الكرتوشة سقط على بقعته، استشهد في الدار، استشهد في الدار في الصالة، خل دمه مغدر، أكل الصالة كل مشي تتعوم بالدم، كراسي مكسرة، بلارة مكسرة، تلفزة مكسرة، دم الشهيد يبقى دائما عزيز علينا. ليلة 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 زرقاء ما تعدتش علينا خلاص، والله لا عاد يعيدها إن شاء الله علينا. نرجع بالذاكرة شوية للحلمة اللي شفتها حاجة. أنا في قبل ما يموت بليلة نشوف في واحد ميت كان بحذانا ساكن يدي له في العشاء وهو اللي طاح به وقت اللي مات وبلغنا عنه خطر ما عنده شي لهل، نشوف فيه في الليل مطلع طفلة صغيرة كل عروس مطلعها للطابق الثاني بالدروج وأنا واقفة نفس الشيء كما نهار اللي نعيط ونندب وقت اللي مات ولدي. عم سليمان قال لي نعم، قلت له ليش وين مديها هالطفلة مطلع وين؟ قال لي دخل طول، قال لي هذه العمار، دخل طول للصالة اللي مات فيها عمار تحت الشباك من ليلتها وانا حاطه قلبي، جيت نصلي وقت اللي جيت نقول الله اكبر حسيت قلبي طاح في الزربي وهو ورايا معي، قلت بديت يا ربي قدر الخير يا ربي قدر الخير. امي قال لي وش بيك؟ قلت لولادي قلبي باش يطيح، قال لي سبق الخير، خرج لبرا خرجت نعيط عليه قدام الحديقة، هيا عمار هيا ادخل هيا ادخل، نسيت جاسم انا جاي من سوسه وجاي مرعوش وجاي خرجوه انترن برا وجري فيه في قفصه ما لقاش حتى وين، اما وراه قال لي باري شوف يا اولادك الغرين هارم في الحديقه ناديهم على الكرتوش، قلت له لا انا حاسه حاجه عجي فيك انت، وفعلا فعلا كانت الفاجعه. نرجع لخو الشهيد. السلامه اسمي تجاني الشباط. خويا تيجاني، انت سمعت بالحادثه وانت في مقر العمل المشروع اللي يتمثل في حديقه الحيوانات وجاك الخبر؟ جاني الخبر وليد يخدم معنا قال لي راهو عمار مات، سالته قلت له شكون عمار، ما حبيتش نسمعها ما صدقتش اللي هو اخوي، تلفت لي قال لي راهو عمار خوك، قال لي عمار خوك خرجت عليه في الاخر في الدروج مع بطينه باش يركبوه في الحمايه، كهربة الحمايه جات الوقت هذاك ركبناه في الكهرباء ما عرفش كيفاش نمشي، دخلنا للسبيطار. وقت اللي خلط عليه في الدار خوك ما كانش معناها كان قد استشهد؟ استشهد. حسيت انت اللي حسيت صحيح. وقت اللي هزيتها من يديه واحد انسان صحيح ما عادش دخل ديما محاولات الامل لعل وعسى حتى في السبيطار نعرفهم نشوفهم الطبيب البرا والكل البرا يقول لي راه مازال حي ومازال في العمليه وانا عارفه اللي هو توفى
الوقت هذاك، حتى كي كلمني خويا في تونس والولاد الكل قلت لهم راهو توفى ما عادش صحيح معهم. هذه منال، شكرا لك لحظة تكريم مراد لشهدائنا. شكرا لك مراد، وحبيت نحيي من خلال هذه العائلة كل عائلات شهدائنا الأبرار بالمناسبة. خلال هذه الثورة قدمنا الاستدعاء، قدمنا الاستدعاء ووجهنا باستضافة كافة عائلات الشهداء، ولقد تكرمت عائلة عمار الشباطي بالمجيء، وهذا واجبنا، ولم نقدم شيء إلى حد الآن إلى شهدائنا. شكرا لك مرة أخرى مراد مزيود، كنت معنا من ولاية توزر من خلال هذا النقل المباشر. احنا مازلنا مواصلين معكم مشاهدينا، توا نمشيو إلى أغنية خاصة بالمطرب التونسي المتألق لطفي بوشناق الكراسي، ثم نرجع إلى هذا النقل المباشر. تفضل. ابني سألني يا أبي أسمع كلام عن السياسة وما دريت معنى السياسة يا أبي، قالوا نظام وقالوا عالم فيه أضواء وظلام، واختلط في ذهني وفكري الكلام. يا أبي خبرني، يا أبي خبرني، يا أبي خبرني شو معنى السياسة. السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، تفتح أبواب التحاور بين أوجاع المواطن والرئاسة. والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة، كنز محروس ومحرم في قصر مولانا المعظم، والمدجج والمسيج بالحراسة. والسياسة انت ظل لو زال شعبك، تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك، وحتى لو زال الوطن ما يهم أوراق لعبك، المهم تظل وتظل الكراسي. والكراسي يا بني فوطان لعنة بغير قيمة وغير معنى، فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس. والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس، والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي، وما يهمه في المظالم والمآسي. والسياسة وهام في فكر السياسي. يا بني نحت عمري وفات عمري وشاب راسي، واهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة يدعوا فهم السياسة. يا اهل السياسة اليوم ثورة شعبنا قالت كلام عن السياسة، قالت ان الظلم غادر، ان صوت الشعب هادر، وان رب الكون قادر يمحق اصحاب الكراسي والكراسي وكل السياسي. ان كان خلي كرسي الحكم واجلس مثل شعبك على الحصير، كون حر في ارض حره وافتكر يوم المصير، بايدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك، بايدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك، تبني مجد وتزرع حقول الامل بالتفاجم والمحبة والعمل. وما يهمك في الكراسي يظل شعبك والوطن، ويظل تاريخك زمن وتزول وتزول الكراسي.
كلمات حلوة معبرة برشا، بإيدك تحدد مصيرك، وهذا اللي صار يعني يوم 14 جانفي وقبل 14 جانفي وبعد 14 جانفي. الشعب التونسي هو اللي حدد مصيره وانتصرت الثورة التونسية. نواصل مشوارنا، معنا الربط المباشر مرة أخرى ومصافحة أخرى مع زميلنا وليد بسباس من المنستير ومع ضيف. تفضل وليد. وين الخامس والست؟ وليد من جديد، مرحبا بك منال. اللقاء متاعنا متواصل مباشره من وحده الانتاج التلفزي بالمنستير. اللقاء كما وعدناكم منذ بدايه هذا الصباح كونه باش يكون مع برمجه خاصه ومتميزه ان شاء الله في مدينه الوردانيين. في الوردانيين باش يقع تخليد لذكرى شهداء 14 جانفي 2011 تخليدا لذكرى الشهداء الابرار في ثوره 14 جانفي. تنظم بلديه الوردانيين غدوه 15 جانفي مجموعة من التظاهرات الثقافية والفنية والإبداعية. هذاك علاش سعداء في هذا الصباح باستقبال كل من سي نزار غريسة اللي هو رئيس النيابة الخصوصية بالوردانيين، وأيضا سي جمال الدين بوغلاب اللي هو مستشار النيابة الخصوصية مكلف بالشؤون الثقافية والرياضية. سي نزار صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير، بارك الله فيك. تحية ليك وتحية لأرواح شهداء الأبرار بمدينة الوردانيين. إذا لو تعطينا فكرة حول أبرز ما يميز الاحتفالات في هذه الذكرى الأولى. تخليدا لشهداء الثورة بمدينة الوردانيين، شهداء 14 جانفي 2011 ارتأت النيابة الخصوصية لبلدية الوردانيين تنظيم تظاهرة ثقافية سمتها أحياء يرزقوا. سأعود بعد قليل علاش سميناها أحياء يرزقون. هذه التظاهرة تتضمن أهداف، الأهداف هذه فيها رسائل سنرسلها إلى الشعب التونسي الكريم. سأذكر هدفين لهذه التظاهرة. الهدف الأول هو الاعتراف بالجميل للشهداء وللجرح. كيف يمكن الاعتراف بالجميل للشهداء والجرح؟ أول اعتراف هو بتكريم الشهداء. وتكريم الشهداء لم أجد ولم نجد، النيابة الخصوصية لم تجد تكريما أحسن من التكريم الذي كرمه الله للشهداء، حيث يقول الله تعالى في كتاب العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من هذا المنطلق سمينا التظاهرة هذه أحياء يرزقون. التكريم الثاني هو تكريم عائلات الشهداء وتكريم الجرحى. ما هي الرسائل التي ستنبثق من هذا الهدف؟ الرسالة الأولى هي رسالة طمأنة للشعب التونسي. ما معنى رسالة طمأنة للشعب التونسي؟ رسالة طمأنة أن هذا الشعب الأبي لا يتنكر لشهدائه. وسأعطي مثال. عندما أرى في آخر تظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل في تبرقة رأينا أرملة الشهيد فرحات حشاد، فهذا الشعب لا يتنكر لشهداء، وهذه رسالة طمأنة نريد في هذه التظاهرة أن نرسلها للشعب التونسي ككل. الرسالة الثانية من هذه التظاهرة هي هذا الشعب هو أبي ولكنه عزيز، والعزيز لا يقبل الابتزاز باسم الثورة. العزيز لا يقبل الابتزاز باسم الثورة. الهدف الثاني من هذه التظاهرة هو الفيجيلانس، اليقظة. كيف يمكن تحقيق اليقظة في هذه التظاهرة؟ اليقظة، الثورة أطاحت بديكتاتورية جثمت على صدورنا لعقدين ونيف، لكن هذه مرحلة في الثورة، هي الثورة الغاضبة. نحن الآن انتقلنا إلى الثورة الهادئة، والثورة الهادئة هي ثورة البناء. هي ثورة البناء. هنا بشنعتي ثلاثة رسائل من هذا الهدف. هي الرسائل متعددة، لكن نحب بإيجاز نعطي ثلاثة رسائل من الهدف الثاني، ألا وهو كما قلت لا فيجيلانس، يعني اليقظة. يعني الشعب يجب يكون يقظ. الرسالة الأولى هي رسالة طمأنة. فالحراك السياسي والاجتماعي والثقافي الذي نراه في المجتمع التونسي الآن بعد الثورة هو حراك طبيعي ومطمئن على أن الشعب التونسي يسير الآن في مسار صحيح إن شاء الله. الرسالة الثانية
هي رسالة كما في الهدف الثاني، رسالة في اليقظة، هو كونه احنا في السابق كانت السلطة تراقب الشعب، الآن ولينا العكس، الشعب يراقب السلطة. هذا جزء لا يجب أن تقتصر مراقبة الشعب على السلطة، يجب هنا أن تكون ثنائية، الشعب يراقب السلطة والسلطة تراقب الشعب، وفما لي بوكل، السلطة تراقب السلطة والمجتمع المدني يراقب بعضه حتى لا يكون الانفلات ونعود إلى دكتاتورية الشعب. وهذا لا نقبله، يعني نعم. إيجابي أن الشعب يراقب السلطة. الرسالة الثالثة أردناها، استدعينا في هذه التظاهرة السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وهذا رمز، هذه رسالة. لماذا اخترنا السيد سمير ديلو هنا؟ باش نبينوا احنا في فترة متاع محاسبة ومسامحة. وأكبر هنا نعطي مثال، أكبر دليل على ذلك دولة جنوب إفريقيا، المناضل الكبير الرمز العالمي منصر مانديلا، يعني عندما تقلد مقاليد الحكم اختار وزيرا له من عذبه وسجنه وكذا. فأحنا رسالة أخرى للشعب التونسي في إطار المصالحة، يعني هذا هام جدا للانتقال. وسأترك الكلمة لزميلي وأخي جمال بوغلاب باش يفصل باش يتحدث كيفاش البرنامج سيحقق هذه الأهداف وهذه الرسائل. وشكرا. سألت سؤال كنت باش نسأله، كيف لهذا البرنامج أن يحقق هذه الرسائل إن شاء الله بتاريخ الغد الأحد 15 جانفي في مدينة الوردانية؟ سي جمال، في البداية من الوفاء أن نشكر الإعلاميين على جهدهم، هذا الثورة عند كان لها جنود غير مرئيين لم يتبوأوا مقعدا أماميا، وهم الإعلاميون، سواء كان في داخل الوطن وهم يعملون في ظروف أصعب، أو الإعلاميون العرب. فبهذه المناسبة في عيد الثورة الأول نشكر الإعلاميين على هذا الدور الذي لولاهم لما كنا ولما كنا هنا، وشكر الإعلاميين ينصرف إلى الإعلاميين أصيلي الوردانيين الذين ساعدونا وتبنونا. نبدأ بتقديم النساء على الرجال، كريمة الوسلاتي وشرف الدين بن سالم ومحمد بوغلاب. نمر بالمناسبة في عيد الأول للشهداء، عيد معز بن صالح وفيصل الشتوي وناجح زعبار ومحمد زعبار ومحمد جبلاوي ومحمد سلام والجرحى، وكذلك المهجرين الذين كثيرا ما ننساهم، بديس وبلال المناعي الذين أخذوا ذات يوم من بيننا من ذاكرتنا من حضورنا، وإلى اليوم لا نراهم. أقول هذا وأنا أرى دموعا على بين مقلتي زميلنا وصديقنا شرف الدين بن سالم. يعني نحن في النيابة الخصوصية كنا على يقين وأننا على قول الشاعر مارون بين الكلمات، الباقي هو الوطن، قد تغير لباسك وانتماءك ولكن لا يمكن أن تغير أصلك وبلادك ووطنك وأرضك. أكيد. ولذلك وفي هذه الإطار دعونا جميع الأطراف والأطياف السياسي لتحضر ومتصر، وأيضا تحية للسي مجيد. شكرا لك ونخليكم المجال لبقية المحطات الخارجية. توضيحات وتفاصيل حول برنامج احتفال الوردانيين بالذكرى الأولى لشهداء طبعا الوردانيين، كما قلت كانت برمجة في الحقيقة ثرية رياضية وأيضا فكرية بمناسبة هذه الاحتفالات. نرجع معك نبيل، والأكيد وأنه منذ أحداث فرقة زهرة الجنوب العديد من الانتاجات كانت قمت بها من 2000 الى حدود سنه 2012، وكانت تقدم لنا بعجاله مختلف هذه الانتاجات. هي الغالب كانت الشعراء، خاطر الشعراء التوانسه ما كانش عندنا بهم علاقات كبيره بحكم الحصار، ما كنا متفرقين. محمود درويش وسليمان العيسى مظفر النواب نتعاملوا مع الشعراء بعد الثوره. فما انتاجات اللي هي مع شعراء التوانسه اللي عرفناهم
من خلال العروض اللي قمنا بهم في الأشهر الفاتت يعني. باهي نمشيو الآن مباشرة إلى الربط المباشر مع زميلنا خميس بوبتان من تطاوين. مرحبا بك مجددا خميس. مرحبا بك منال، تحية لك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الثانية في هذا اليوم الكبير بطبيعة الحال الاحتفال بالثورة التونسية. باش نتحدث على ولاية تطاوين ثم ولاية مدين. ولاية تطاوين التي قدمت مجموعة من الشهداء كما ذكرنا، ثلاثة شهداء سقطوا خلال هذه الثورة، محمد بن صالح، نذير مومن، محمد الدغيم، ومجموعة من الجرحى الذين سقطوا في هذه الثورة في ولاية تطاوين. وهكا علاش عديد التظاهرات والفقرات الاحتفالية الكبيرة برشا، وكل قرى ومدن ولاية تطاوين تحتفي بهذه الثورة، وعديد المتدخلين من مكونات المجتمع المدني، منظمات، من الجمعيات، من جهات رسمية. صراحة في المداخلة دي ما نجموش نحكيه على الناس الكل، ولكن أكيد كل جهة تحتفي بطريقتها وتحب تكون احتفائيتها أحسن ما يكون بهذا الحدث السعيد، احتفالنا بالثورة التونسية بعد مرور سنة. باش نتحدث في السياق هذا مع ضيفنا وصديقنا السيد خالد العازق، وهو المندوب الجهوي للثقافة بولاية تطاوين، اللي ينسق جملة هذه التظاهرات مع مجموعة من مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات كما ذكرنا منال. سي خالد مرحبا بك. كما ذكرنا الاحتفالات كبيرة في ولاية تطاوين بهذه الذكرى، ولكن بطبيعة الحال نجم نحوس لها في الدقائق، شنو اللي فما سي خالد كاحتفالات؟ وشكرا لك سي خميس. في إطار يعني الاحتفاء بذكرى الثورة وعيد الشباب، وخاصة الشباب اللي كان له دور كبير، وانت تعرف يعني في الثورة هذه وفي مسار الثورة منذ شرارتها الأولى وصولا إلى 14 جانفي، ثم ما بعد 14 جانفي في تأمين الأمن إلى جانب قوات الجيش والأمن الوطنيين. قلنا بالنسبة للتظاهرات والاحتفالات مش نتحدث على كل ما يتعلق بمندوبية الثقافة والمؤسسات الراجعة بالنظر فقط، لأنه الحاجة الاستثنائية السنة وفي التظاهرات هذه اللي صارت أنه صار خلينا نقول نوع من التكاتف والتنسيق ما بين جميع الأطراف، واللي يطلش الصدر الإقبال اللي شدناه من هيكل المجتمع المدني الناشطة في ولاية تطاوين، خاصة اللي أحدثت وانبعثت وتأسست بعد الثورة، لقينا منها إقبال يعني وتحفز وحماس كبير للمساهمة في الاحتفائية هذه. سي خالد، أبرز التظاهرات، نعرف حركية كبيرة منذ أيام في ولاية تطاوين على مستوى الاحتفالات، أبرز هذه الفقرات خاصة لليوم سي خالد. بالنسبة لليوم فما باش يكون الافتتاح بعد قليل يعني في أمام دار الشعب بمشاركة جميع أطياف المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والشبابية، باش يكون فما تحية العلم وبحضور يعني قلت جميع الأطراف، وطبعا سيد ولي تطاوين باش يكون حاضر معنا، فما مهرجان خطابي، فما تكريم لعائلة الشهداء، فما افتتاح مركز أكاديمي للبحوث والدراسات الاستراتيجية تابع لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين، اللي ساهمت معنا بدور فعال وكبير في البرمجة هذه الاحتفائية. ثم بعد ذلك باش تكون فما مسيرة من أمام دار الشعب إلى ساحة الشعب، حيث نقول انطلقت هي منذ الأمس الأنشطة الثقافية المفتوحة لعموم الجمهور للشباب والأطفال، واللي تتمثل بالأساس في ورشات حرة للتعبير الفني تتركز بالأساس على الرسم، فما باش يكون فما جدارية عملاقة إضافة إلى لوحة عملاقة متوال يعني على القماش في حدود 30 متر مربع، حطيناها على ذمة هواة الرسم يعني والمبدعين. أيضا ورشات للأطفال، فما تنشيط بمشاركة دار شباب المتنقلة، حفلة الإعلامية، مؤسسات الطفولة، يعني فما فضاءات للتعبير الحر فيما يتعلق بالقراءات الشعرية في موضوعها باش يكون حول الثورة ومسار الثورة والوفاء لذكرى الشهداء. يعني هذا في العموم بالنسبة لليوم. بالنسبة للفترة المسائية باش يكون فما أمسية شعر بمساهمة ثلاثة شعراء، من فما عندنا محمد عيسى من فلسطين، عندنا نايف مهند من الأردن،
وعندنا حازم التميمي من العراق، إضافة لعدد زوز عناصر من الشعراء التوانسة الشبان اللي تميزوا فرضوا أسلوبهم في السنوات الأخيرة، مبروك السياري وزياد عبد القادر. ثم باش يقع في ختام نشاط الليلة بإنتاج مسرحي مشترك ما بين عدد كبير من الجمعيات اسمه الله أكبر عليك يا شهيد، هذا وبالاشتراك مع المركب الثقافي، يعني عموما هذه الملامح العامة للبرمجة. إضافة سامحني يا سي خميس، وزعنا الأنشطة على عديد جل المعتمديات في الجهة وزوز مناطق ريفية اللي هما نكريف وقصر عون، تقريبا عندها نفس الملامح النشاط هذا. واضح، شكرا، يعطيك الصحة السيد خالد العازق المندوب الجهوي للثقافة بولاية تطاوين. بالطبيعة هذه كانت فكرة منال عن الاحتفالات بالذكرى الأولى لمرور سنة على الثورة التونسية، ولكن لابد من قول كلمة منال بالنسبة لشهداء ولاية تطاوين وجرحاه، ينتظرون صراحة استرداد حقوقهم خاصة على مستوى محاكمة القتلة اللي قتلت هؤلاء الشهداء، لأن عائلات هؤلاء الشهداء هم نذير عبد المؤمن ومحمد بن سالم ومحمد دغيم، ينتظرون إلى حد الآن استرداد حقوقهم وخاصة معرفة قاتليهم. هذه بطبيعة الحال صوت حابين نوصله لهم، وبطبيعة الحال تحية كبيرة لهم ولكل شهداء تونس وجرحاها منال. شكرا لك زميلنا خميس بومطان، كنت معنا مباشرة من ولاية تطاوين. شكرا أيضا لضيفك اللي كان حاضر معك. نرجع للأستوديو، نرجع لك نبيل الجندوبي فرقة زهرة الجنوب. في الكواليس منذ قليل قلت لي فما شوية تراك وضغط، أول مرة تكون حاضر معنا. احنا كما شاهدت أجواء عائلية لهنا في المباشر مصباح، نتقابلوا من الاثنين للسبت، هذا هو جونا إن شاء الله. وانت كنت حاضر معنا اليوم، باهي شنو تقترح علينا الآن؟ يمشي على الجمر شبل طفل ولكن مقاتل. يلا تفضل. يمشي على الجمر شبل طفل ولكن مقاتل، وحين يتعب يالو صوت الفدا فيواصل، ولدت في أي منفى يا أيها الطفل قل لي، ولدت في أي منفى يا أيها الطفل قل لي، روفة جدي بحيفا والقدس تسكن أهلي، جاء العدو يحارب من كل صوب وحدب، جاء العدو يحارب من كل صوب وحدب، ما ضاع حق المطالب ما دامت النار دربي. يمشي على الجمر شبل طفل ولكن مقاتل، وحين يتعب يالو صوت الفدا فيواصل. يعطيك الصحة نبيل الجندوبي، حبيت نواصل الحديث معك. كما قلنا انتم فرقه كامله والعديد من العازفين اللي حاضرين معك، يعني حبيت نقدم لهم تحيه، حبيت نعرف شنو المشاركه نتاعكم في الاحتفالات هذه. اكيد عندكم تظاهرات معينه باش ان شاء الله تكونوا حاضرين ومتواجدين فيها. والله لحد الان فماش نكون معك صريح، وبالمناسبه نحب نقدم تحيه لاصحابي في الفرقه، مع خاطر كيفكم انتم جاو عائله، حتى احنا يعني كي يبداو الاولاد ناقصين ما نحس روحي انا ناقص حاجه معناتها. نعم. والاغاني هو الانتاج الخاص يعتمد ياسر على الموسيقى والعزف، يعني مش العوده كهو، هكا علاش ما نجموش نقدموه توا ان شاء الله في فرصه اخرى. بالنسبه للعروض ما زالت العلاقات اللي تعرفنا اللي كانوا طلبه في ربما قلت التعريف برواحكم هي اللي خلات عدم حضوركم في كل التظاهرات، وهذا احنا مقصرين فيه وممكن احنا شغلنا قلنا ما زلنا ماناش حاضرين ان نقابلوا الناس، معناها خاطر لازم تكون حاضر، لازم تقنع والا ما تقنعش معناها.
انت اقنعتنا اليوم بالعديد من الانتاجات اللي قدمتنا. لا 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 بالعكس الساعه باهي. نمشيو الان الى ربط المباشر مع زميلنا محمد الهادي البحري مباشره من قفصه. حاضر معنا محمد، اهلا وسهلا بك مجددا. حاضر منال، تفضل محمد. تذكير منال ان درجات الحراره حسب المعهد التونسي للرصد الجوي هي ستتراوح بين درجتين تحت الصفر الى حدود 15 درجه يعني مع شروق الشمس. المهم في البدايه نعتذر لدى الساده المشاهدين عن عدم حضور السيده عفاف نجاحه مدير دار الثقافه بقفصه لاسباب عائليه وصحيه قاهره. المهم الان ان معنا السيد عبد الحميد خضر ضيفنا، وهو رئيس مصلحه الطفوله بقفصه، ليعطينا لمحه حول فعاليات مهرجان الطفل الذي سيحتفي يوم السبت، يعني اليوم بعيد الثورة، عيد الثورة 14 من جانفي. سي عبد الحميد صباح النور. صباح النور سيد هادي، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. اليوم احنا لمحلة نحتفل بعيد الطفولة واللي يتزامن هذه السنة مع عيد الثورة، عيد الثورة والشباب. ولذلك نعتقد انه ثم نكهة خاصة لعيد الطفولة هذه السنة في انه نبلغ من خلاله تحياتنا لكافة الشهداء في بلادنا، وان نشد على ايدي كافة ابنائنا في بلادنا في تونس على ان يحافظوا على مكاسب بلادنا وعلى مكاسب الثورة هذه اللي تحققت في بلادنا، وان شاء الله دائما ضلت تكون للأفضل. عيد الطفولة كما قلت هو السنة سيأخذ في المحور من بين المحاور اللي خدم عليها الثورة في عيون الأطفال، ولذلك كان هذا المضمون متضمنا ضمن المسابقة الثقافية اللي روجت في كافة معتمديات الولاية. بدت انطلقت هذه المسابقة من يوم 19 ديسمبر خلال العطلة الشتوية، ثم خلال الأسابيع الأولى من العودة المدرسية، وشارك فيها عدد كبير من الأطفال في المدارس وفي المؤسسات التربوية الاجتماعية، نوادي ومركبات طفولة والمركز المندمج ومراكز عالمية. وإن شاء الله اليوم نكرموا الأطفال اللي فازوا في هذه المسابقات واللي توا إلى حد الآن عددهم 30 طفل من بين كافة المشاركين. سعد الحميد، لو تعطينا لمحة حول البرنامج، عن لمحة عاجلة عن يعني ملخصة عن البرنامج. البرنامج ككل هو انطلق بالمسابقة الثقافية، ثم في بالأمس يوم الجمعة كانت هناك فسحة في الهواء الطلق للألعاب بلا حدود وألعاب الكرماس موجهة لأطفال النوادي ولأطفال الرياض، وكانت في أمام ساحة روضة البلدية بقفصة. واليوم إن شاء الله باش تكون عروض احتفالية ركحية بدار الثقافة ابن منظور بداية من الساعة 10:00، وستكون في هذه العروض جملة من اللوحات التعبيرية، ذو جملة من العروض الخاصة بالرسم في قاعة العروض، وأيضا هي تناول الثورة في عيون الأطفال من خلال الفن التشكيلي. ثم ستكون لنا أيضا محطة أخرى في البرنامج يوم 19 جانفي في ندوة فكرية يديرها أستاذنا بالإدارة حسين باهية، وهي حول التحولات الاجتماعية وتأثيرها في التنشئة الاجتماعية، وهي موجهة لكافة الأولياء والأطفال والمهتمين بالعملية التربوية. هذه ستكون إن شاء الله يوم الخميس 19 جانفي. شكرا سي عبد الحميد. منال، أيضا حضر معي الآن السيد مختار فرحات، وهو رئيس جامعة تونسين نوادي اليونسكو والأليكسو. ربما إن شئت لو سوف يعطينا لمحة بخصوص هذا. نعم تفضل محمد الهيجي، يعطينا لمحة حول مختلف الاحتفالات بالنسبة لولاية قفصة.
نعم، معي الآن الضيف الثاني هو سي مختار فرحات، وهو رئيس جامعة تونسية لليونسكو والأليكسو، ليعطينا لمحة حول هذا هذه التظاهرة التي ستقام مع يعني نوادي اليونسكو والأليكسو بالشراكة مع المنظمة الدولية الغير الحكومية هي ميرسي كوربس. لو تفضل ضيفنا الكريم سي مختار فرحات. صباح النور سي مختار. صباح النور وتحية ليك، وفي البداية نرحم على كل شهداء الثورة، وأيضا تحية لكل جرحانا إن شاء الله ربي يشفيهم كلك، وأيضا تحية كبيرة للشبابنا اللي قام بالثورة. وهنا في إطار الاحتفالات الجامعة التونسية لنوادي اليونسكو والأليكسو على مستوى وطني، باش نقوموا كأنموذج باش من شباب من ولاية قفصة جاب مبادرة باش تكون معناتها تخليدا لهذه الذكرى، باش تكون معناتها شباب باش يعمل علم تونس اختار حائط لدرجة هوية للتعليم، باش يكون علم تونس بالبصمات. وهذه المبادرة هي تندرج في إطار مشروع كله هو يهدف خاصة إلى تقوية قدرات الشباب لقيادة المجتمع المدني، وبعث فيهم روح خاصة التطوع اللي هو معناتها من شيم الشباب، اللي باش إن شاء الله يكون هو في المستقبل الفعال على مستوى تنظيمه أيضا في كمؤسسات المجتمع المدني. أيضا بالنسبة لبرمجنا، أيضا احنا نحب ربط العلاقات ما بين الشباب على مستوى الجهوي والمحلي وأيضا الوطني والدولي، باش يقع في هذا المساء ربط بين شباب هذايا اللي من ولاية قفصة مع شباب بالأردن، وباش يتناقشوا خاصة في هذه المرحلة اللي تمر بها تونس، مرحلة انتقالية، كيفية معناتها يختاروا هم المواضيع، وإن شاء الله باش يكون الموضوع هو اليوم الاحتفال بالوطني بالثورة الوطنية الكرامة والحرية. نعم، تقريبا هذا هو البرنامج سي مختار بخصوص هذه التظاهرة. لو سمحت تعطينا فكرة حول يعني جزئيات التفكير في هذا المهرجان مع يعني مع الجامعة التونسية اليونسكو والأليكسو، كيفاش جاتكم الفكرة وكيفاش تم خاصة بالنسبة للربط عبر الإنترنت مع الشباب من الأردن أو من أي منطقة عربية أو أجنبية يعني خارج حدود الوطن؟ هو بالنسبة هنا يندرج في إطار عام، هو مشروع يهدف خاصة إلى تقوية قدرات الشباب ليكونوا هم فاعلين ويقودوا مؤسسات المجتمع المدني كجمعيات ومنظمات. إذن هو فيه جانب من التكوين، نكون الشباب اللي هو فيه عنده رغبة في التطوع، وأيضا نحاولوا باش يكون معناتها عندهم أنشطة يقع تمويلها. شكرا لك محمد الهيدي، وشكرا ايضا للضيف اللي حضر. نعم منال. نعم شكرا لك، حبيت نحييك ونحيي الفريق التقني. كما كنت ذكرت انت منذ قليل كانت في الحقيقه درجه الحراره منخفضه جدا وتم في الهواء الطلق. شكرا لكم على تقديم الصوت والصوره اللي وصلتنا بالنسبه لولايه قفصه. شكرا لك. نواصل مشاهدينا، نمشيو مع نبيل. نرجعوا لك، وانت منذ بداية الحصة كنت تقترح علينا احنا نرتحوك شوية ونقترح عليك اذا امكن طبعا تلبينا يعني الاقتراح هذايا مقطع من اغنية البحر بيضحك لي. البحر بيضحك ليلي وانا نازل ادلع عم البولان. البحر بيضحك ليلي وانا نازل ادلع عم البولان. البحر غضبان ما بيضحكش أصل الحكاية ما تضحكش. البحر غضبان ما بيضحكش
أصل الحكاية ما تضحكش البحر جرحه ما بيدبلش وجرحنا ولا عمره دبل والبحر بيضحك ليه 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 وانا نازل الدلع من الأولى البحر بيضحك ليه وانا نازل الدلع من الأولى أولى لنفخرها الناوي بتقول حكاوي وغناوي فخرها الناوي بتقول حكاوي وغناوي يا قلة الذل أنا ناوي مشرب ولو في المية عسل والبحر بيضحك ليه 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 وأنا نازل الدلع شكرا الله الله عليك شكرا لك نبيل الجندوبي من فرقة زهرة الجنوب شكرا على قبولك الدعوة وشرفتنا بحضورك ومرحبا بك متى شئت في البرنامج وأيضا في كل البرامج الخاصة بالقناة الوطنية الثانية شرفتنا كلمة ختام كي تحب يعطيكم الصحة تفكرتونا وكنا متواجدين معكم اليوم نحب نشكر اللي ساندوا فرقة زهرة الجنوب الكل ووفروا لنا عروض وحتى بالتشجيع شكرا لك نبيل نمشي الآن إلى مواصلة النقل المباشر هذية معنا حسن الكريمي مجددا من الكاف أهلا وسهلا بك ومرحبا مجددا تحية مجددا من ربوع مدينة الكاف أكيد ونحن نحيي هذه الذكرى نستحضر أكيد دماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحرية والكرامة وصورهم لابد أنه تكون محفورة في أذهاننا لذا معنا حاليا نستضيف في المباشر السيد كمال المحفوظي شقيق الشهيد شوقي المحفوظي والذي جاءنا من مدينة تجروين يحمل صورة الشهيد نترحمه عليه ونرحبوا بسي كمال. سي كمال مرحبا بك. بارك الله فيك. صباح الخير. صباح قبل كل شيء أول حاجة أترحم على كافة الشهداء. ثاني أهني الشعب التونسي بالثور الذي قام به الثورة المجيدة. توا سي كمال الذكرى الأولى للثورة بالنسبة لكم كعائلات شهداء شنو تمثل؟ والله ما بالنسبة لنا احنا تمثل حاجة كبيرة ياسر خاطر خونا وفقدناه وكان هو اللاهبين وبرغم أصغر مننا وكل شيء هو القايم بالدار وقايم بكل شيء وقايم بواجبه ومات الله يرحمه وتو يلزمنا نتلفتوا للبلاد ومصير البلاد ومصير لأصحاب الشهيد العليا والبطالة والمحتاج واللي يسكن في كوخ واللي يسكن في هو تو حصل ما في الصدور هو تو توفى الله يرحمه وتو القضاء باش ياخذ مجراه نقولش نعمل في اعتصامات وكسر وهعمل وبرا وراح خل توقف البلاد على سقاها وثم دولة قايمة وثم رئيس وعدنا بوعود وخو ان شاء الله وهم الله يرحمهم اعطوه ديمهم اعطوه كل شيء الله يرحمهم وماذا بينا ما ننسوهمش كل ذكرى نفكروهم والله يرحمهم هم تو كما يقول لك حط سلامه في صدوري تو سيء مات الله يرحمه لازمنا نزودوا له الرحمه وان شاء الله البلاد توقف على سقاها وان شاء الله تخرج البر الامان وان شاء الله ديون تونس بخير وتحيا تونس. توا من خلال ربما زيارة كنا قمنا بها قبل الدار الشهيد شوقي المحفوظي لاحظنا تأثر كبير خاصة من الوالدين باعتبار أنه شوقي هو اللي كان ربما المتكفل بوالديه لو كان تحدثوا سي كمال على وضعية خاصة والدي شوقي. بالنسبة لشوقي هو المحبوب في الدار بالنسبة لشوقي هو كل شوقي هو الكل في كل في الدار سوق هو القائم بكل شيء هو اللي يحجج الشايب هو اللي زعم الشيء زيد عاود يحجج العزوزة هو اللي يصرف هو كل شيء هو القائم بالعائلة هو كل شيء أولادي باش يمشوا بحر ونقول لهم لا ومعاه مدام تاعه ونقول لهم لا ونقول لهم لا وكان تمشي ويخرجوا معاه وهو بالرغم أقل من هنا يخرج يقول لا يلزمهم يمشي نلقاه معاه هو يلزمني نسكن معاه نعمل حتى شيء بالرغم أقل من هنا وهو صغير في الدار الأولاد الكل عرسوا وبقى صغير في الدار وديجا خذا حتى دار وعملوا البيح وصل عملوا البيح وقال راني ما عدتش قاعد لهنا وهي الموت تضحك عليه وكاو ونقول والله يرحمه
حبيت نشير أنه شوقي المحفوظي كان فارس من أحد الفرسان في الشمال الغربي وكان مولع بالفروسية ويشارك في مختلف المهرجانات في المهرجانات الفروسية في بلادنا وكذلك خاصة في الجزائر الشقيقة وترك انطباع كبير في مختلف المهرجانات اللي شارك فيها. ونحب كذلك نشير أنه احنا كنا واكبنا جنازة الشهيد شوقي المحفوظي وكانوا حاضرين حتى أخيان من الجزائر الشقيقة اللي جاءوا خصيصا لتوديع زميلهم الفارس شوقي المحفوظي. حبيت نشكر سي كمال اللي جانا هذا الصباح من تجروين محملا بصورة الشهيد شوقي المحفوظي اللي إن شاء الله تكون وصلت إلى قلوب كل التونسيين مثل ما وصلت صور شهداء الثورة إلى مختلف أصقاع العالم. شكرا لك حسن الكريمي، كنت معنا مباشرة من ولاية الكيف. شكرا للفريق التقني أيضا اللي عامل معاك خلال هذا الصباح. لهنا حبيت نذكركم مشاهدينا أنه طرق التواصل موضوع على ذمتكم هي رقم الهاتف 71-800-814. أيضا بإمكانكم التفاعل معنا عن طريق الصفحة الخاصة بالبرنامج ريحة البلاد على تويتر يوتيوب وأيضا على الصفحة الخاصة بنا في الفيسبوك. البريد الإلكتروني موضوع على ذمتكم هو ريحة البلاد @tunisiatv.tn. باش نمشيو الأغنية كلماتها حلوة برشا، كلماتها تقول يا نخلة وادي البي ردي خبر النجوم، هي تعوم في الضي وناف العرق نعوم، لا يعجبكش ضحك لفام لنياب تحت شفايف، ولا يعجبكش زين الكلام والفعل مذموم نايف. غنية هذية كانت في الحقيقة مبرمجة باش نقدموها إن شاء الله بعد قليل لكلمات آدم فتحي وأيضا الحان نبراس الشمام من أداء فرقة البحث الموسيقي بقفصة واللي عيد تاريخها طبعا سنة تقريبا 1984. الأغنية هذه بنشاهدوها بعد قليل، لكن توا في الأثناء نمشي إلى أغنية أخرى ثم نرجع نقل هذا الربط المباشر. تحية من السعودية من زين العرب بن علي. أنا فهمتكم، نعم فهمتكم. I'll show you how to do it. Yeah, بكل حس. One, two. أنا من علي في المايك. ثورة الشباب، ثورة الراب. من علي في المايك. Yeah, number one في المايك. بكل حزم. أنا فهمتكم بكل حزم. منين فهمتنا 23 سنة استغفلتنا كفنتنا كلمت انت وسكتنا. منين فهمتنا تحب تحكم مدى الحياة قيمت الموتى في الانتخابات حطولك جوابات. منين فهمتنا توا فهمتنا فرقت الشيوب اختلت قلوب حبيت كرسيك ما صنتنا. فهمتنا هربت فلوسنا لسويسرا خليت البلاد ميزرة عشت انت وقتلتنا. أنا فهمتكم أنا فهمتكم أي نعم فهمتكم بكل حزم بكل حزم. غلطوني غلطوني بارك الله فيكم. أردنا بكل حزم بحيث الشباب الوطن. أنا فهمتكم أي نعم أنا فهمتكم. منين فهمتنا سكت فهم وعملتنا الجام منصرتنا حصرتنا وسنصرتنا. منين فهمتنا بلفت عفنتنا 23 سنة وانت هنا دمرتنا وززرتنا. فهمتنا وقفوا لك رجال البلاد تبرينا منك بالحرية اللي في الدم جرات. منين فهمتنا 23 سنة علينا تفرضت واليوم ترفضت يزي معايرتك عضت يزي ما أزيت وانفضت راك مرضت. أنا تونسي انت فضت ما تقولش تفضت وما تقولش فهمتنا. أنا فهمتكم أنا فهمتكم أي نعم فهمتكم بكل حزم بكل حزم. غلطوني غلطوني بارك الله فيكم. أردنا بكل حزم بحيث الشباب الوطن. أنا فهمتكم أي نعم أنا فهمتكم. منين فهمتنا باللي فليك يا عم نترفيك برشا الناس مشات في العفس مظلومين في الحبس. منين فهمتنا الفنانين كي قالوا الكلام من هنا من أرض الوطن بكلابك هنتنا. فهمتنا فشكون تسكم حطيت منين في شهيد باش لا يتشد الحكم. منين فهمتنا تعمر في المعمر معمل ترجع تكمل تكور ما عاشت مركيرك ما تسلم. أنا فهمتكم أنا فهمتكم أي نعم فهمتكم بكل حزم بكل حزم. غلطوني غلطوني بارك الله فيكم. أردنا بكل حزم بحيث الشباب.
أنا فهمتكم للفنان المتألق التونسي محمد علي بن جمعة. احنا مواصلين معاكم مشاهدينا باش نرجعوا مجددا الى زميلتنا لميا بيوض وتوا مع وقفه مع الجرائد التونسيه ومع معرض الصحافه. كما تعودنا معرض الصحافه الوطنيه يهتم بالجهات، اول صحيفه او اول جريده اخترناها هي جريده الصحافه بعنوان توزر صعوبات عديده تواجه قطاع تربيه الماشيه. يهتم المقال هذايا بالقطاع هذايا اللي هو تربيه الماشيه، حيث يشكو القطاع هذايا بولايه توزر على الرغم مما يوفروا من موارد رزق عدد لعدد كبير من العائلات من صعوبات كبيره تتعلق اساسا بنقص العلف وارتفاع اسعاره لدى التجار الى جانب غياب الدعم المادي للمربين. كذلك يطالب مربو الماشيه بالتدخل لدى مختلف الأطراف المعنية، هذا الكل لمزيد تنظيم عملية التزود بالعلف. احنا باش نقعدوا مع ولاية توزر لكن باش نمشيو مباشرة مع زميلنا مراد مزيود. مرحبا بك مجددا مراد. مرحبا بك منال، مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام على القناة الوطنية الثانية. عودة أخرى إلى مواطني الجهة. حقيقة المراوحة الأولى كانت مع الشهداء الذين سقطوا إبان ثورتنا المباركة، لكن هناك شق آخر من المواطني الجهة رفضوا الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة المجيدة. ومجموعة الشباب معايا الآن، خلنا نعرفوا الأسباب علاش ما حبوش يحتفلوا بهذه الذكرى المجيدة. عسلامة، مرحبا بكم. خير سبراد. عسلامة. عسلامة. عسلامة، مرحبا بكم. أنتم شباب منين جيتون اليوم؟ احنا جينا من معتمدية نفطة. ما احتفلتوش بالذكرى الأولى لشهداء الثورة والثورة المجيدة التونسية، علاش؟ ما احتفلناش خاطر ما أعطوناش التشغيل، أقصونا، يلزمهم معناها يحسوا بينا. الناس عندنا معتصمين، عندنا برشا نفطة مهمشة، شباب يحب يخدم، ناس معناها كلهم أصحاب عائلات وكلهم ملاقين باش ياكلوا حتى غدوة، لازمنا حل على الأقل مؤقت. بارك الله فيك سبراد. أنا أول حاجة سنتوجه رحم الشهداء مواطنينا بتونس. ما حاجة واحدة حبيت نوصل معلومة للحكومة التونسية الموجودة توهيك، والسيد ولي بالذات، السيد ولي توزر بالذات، لو وجهنا فك صوت على هذا الاعتصام الموجود في مدينة نفطة، وإن ثم نسات بيت في معتمدية نفطة من البارح وعاملين من 10 جنف احنا عاملين اعتصامات. وجهنا فك صوت للسيد الولي وسيد الوزارة وسيد الوزير الحكومة سيد حماد جبالي وما تموش بالرد علينا، وبعثنا وصدعينا السيد. شو مطالبكم بالضبط؟ مطالبنا احنا الشغل وما الشغل، ناسات محتاجين الشغل وحاجتنا بالشغل اكيد 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 على اقرب وقت ممكن، سريع 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 جدا. واحنا طالبين الحظائر مؤقتا 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 لبعض من حل مؤقت، معناته طالبين الحظيرة على الاقل باش تلقوا ما تاكلوا وتلقوا معناها باش تعيشوا. صحيح سمرد، انت فهمتني من القدام، معناها احنا نحبوا الحظيرة حاجه استعجاليه مؤقته مؤقته مؤقته، لانه هو ماهوش حل جذري. الحظيرة هي الحظيرة ماهيش حل جذري اصلا، على الاقل في الوقت الحالي تحل مشكل حاضر. جزئي من صحيح. مشكله البطاله وتامن لكم مستوى عيش على الاقل كريم. صح، احنا قاعدين نستنوا ضرب اثنين، هاي الميزانيه ما ثمش، هاي الميزانيه ما ثمش، هاي كل حاجه ما ثمش، شكل كذا ما ثمش، وزيد من فوق الولي ما حبش يجاوبنا وما حبش يجينا، والوزاره لا حبتش لا تجاوبنا ولا حبت تجينا. احنا يا ناس قاعد معتصمه، احنا زاد انتم ما تنجموش معناها تصبروا شويه على الحكومه المؤقته هذه باش تشوف وتدرس وتعاين المشاكل معناها بكل جديه، ونصبروا عليها شويه على الاقل. احنا يا سيدي شوف، الصبر عينا من الصبر، عينا من الصبر من الحكومه الاولانيه والحكومه الثانيه والحكومه هذه الثالثه، عينا من الحكومه وعينا في اصبر في اصبر في اصبر في اصبر، ما لقيناش الصبر. الصبر هذا عينا منه، طبنا منه، فقرنا، طبنا، طحنا، جينا اللوطه، الناس الكل قاعده في المعتمديه مدينه. خلينا نشوفوا زميلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحبوا بالقناه الثانيه التونسيه ونرحموا على شهداء تونس الابرار. وحنا الثوره هذه رانا ماناش ضد الثوره، احنا جايين لهنا. ما احتفلتوش بالثوره؟ ما احتفلناش بالثوره لاجلاش، لسبب واحد، لان احنا مقصيين نفطه، مقصيه نفطه احنا، على خاطر الرئيس المخلوع اللي كان زين العابدين بن علي اللي كان هنا عام 90 جاء النفطه ورفضناه، ما خرج له حتى واحد. عام 93 وقعت ضجه، تحرقت المعتمديه نفطه، هذا كله علاش؟ نجعانا الناس ما دامش خدمه،
الناس اليوم عصرين. اليوم ماذا بينا على الاقل اعتصاماتكم ومطالبات تكون في شكل سلمي، ما نحبوش نكسروا بلادنا، ما نحبوش نحرقوا، لكم الحق حق مشروع باش تطالبوا بالشغل باش تمشوا للمعتمديه وتطالبوا اي مطلب شرعي، لكن بدون معناها تكسير بدون حرق، لان هذه مكتسباتنا يلزمنا نحافظوا عليها. لا نعرفوا هذا سي مراد، احنا نعرفوا الحديث هذا، ولكن احنا ماناش باش نهمشوا ولا نكسروا ولا نحرقوا، احنا طالبين حاجه واحده، طالبين الكرامه يا اخي، الكرامه، ما ثوره الكرامه هذه، اعطونا الشغل، الناس معتصمه، الناس تلقت في كارو ما عندهاش واش تكيف، الناس في المعتمديه معتصمين عندهم 6 ايام، اليوم الست من الايام، الناس مش يلاقي واش تاكل، مش حابسه العباد، احنا رانا نباتا، رانا عمرنا اللي نمدوا دينا، رانا ما نمدوش دينا، احنا للتشغيل يا خويا نمدوا دينا، خدمونا، احنا رانا اصحاب عائلات، رانا نقروا في الجامعات ونقروا انا، وناس تقري وناس يعلم بها ربي، لا عندها الحق باش تخلص ما، لا عندها باش تخلص ضوء، لا عندها حتى شيء. منال هذه نعم عينه، شكرا ليك. نعم طبعا هذه عينه من الشباب، تشغيل حق مشروع لضمان نعم الكرامه. نعم بالنسبه لكل مواطن تونسي، ومشكله ربما اعمال الحظائر هي من نعم اوليه المشاكل اللي ربما يلزمنا نلقاوها حلول فعليه. أكيد أكيد بالنسبه جدا لهذه المشكله. شكرا ليك مراد على هذا النقل المباشر. شكرا لضيوفك اللي كانوا معنا مباشره من تونس. رح نرجع معكم ونرجع مع زميلتنا لميا وبقية الأخبار الخاصة بصحفنا وجريدنا التونسية. بالنسبة لبقية الأخبار بالصحف التونسية وبجريدة الصحافة، الأخبار اللي اخترناه هو من قبلي، إنجاز مشاريع تنموية. انطلقت بلدية قبلي في استكمال عدد من المشاريع المدرجة ضمن مخطط الاستثمار البلدي، هذا الكل لسنة 2011، وأهمها أو ربما أهمية تهيئة حي طريق جابس باعتمادات تقدر ب 400,000 دينار، وتشمل الأشغال هذه تعبيد الطرقات بالحي المذكور وترصيفها. في جريدة التونسية بصفاقس، ملتقى بصفاقس حول أفاق اقتحام أسواق جديدة، حيث بحث الملتقى هذايا السنوي لممثلي مركز النهوض بالصادرات بالخارج اللي احتضنته مؤخرا غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس في أفاق اقتحام مؤسسات الجهة لأسواق تصديرية جديدة في الإمارات والأردن والجزائر وليبيا والمغرب وروسيا وهولندا وإيطاليا، يعني مجموعة من البلدان. هذايا انفتاح كما قلنا احنا الأسواق التونسية والتركيز على مجال الصادرات بالنسبة لجهة أسفيقس. في التونسية أيضا وفي الكاف، متى تنتهي أشغال سد وادي سرات؟ الوادي هذا كان الموضوع الأساسي لسكان معتمدية تجروين الجريسة قلعة سنان والقلعة الخصبة منذ سنوات، باعتبار أهميته في تحويل أراضي قاحلة إلى أراضي فلاحية خصبة. في جريدة التونسية وفي قبلي، احتجاج أمام الولاية على طريقة تشغيل عملة الحظائر. احتجت أمام مقر ولاية قبلي مجموعة من الأشخاص هذا الكل الاحتجاج على طريقة المعتمدة في تشغيل عملة الحظائر، حيث اتصل البعض بالسلطات المحلية اللي وعدتهم بتوفير العمل وفق المنظومة وهذا لم يتحقق. بالنسبة للأخبار الموالية، في جريدة الصباح وفي توزر، محتجون يقتحمون مقر الولاية. احتج البارح عملة الحظائر الاستثنائية وأصحاب الشهادة العليا أمام مقر ولاية توزر هذا الكل للمطالبة بعودتهم إلى عملهم إثر انتهاء عقودهم. كما انضم ليهم عدد كبير من متساكني منطقة دغومس من معتمدية دجاج للمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية وبحقهم في التشغيل. في جريدة الصباح وفي زغوان، المنتفعون بالآلية 21-21 يحتجون أمام الولاية، حيث عمد عدد من المنتفعين بالآلية 21-21 إلى غلق الطريق أمام مقر ولاية زغوان للاحتجاج على وضعيتهم الاجتماعية والمطالبة بإصدار قرار يقضي بإدماجهم للعمل وفق الحظائر براتب شهري قدره 240 دينار. وقد قامت السلطة الجهوية والأمنية بمفاوضة المنتفعين بالآلية هذه اللي قلنا احنا يحتجوا على وضعيتهم الاجتماعية ويطالبوا بإصدار قرار يقضي بإدماجهم في العمل. شكرا لك زميلتي لميا. نمشي إلى مكالمة هاتفية من باجة وبالتحديد مع بشير العوادي. صباح الخير بشير. صباح الخير منال. بشيرة. نعم بشيرة، أنا غلطت وقلت بشير. بشيرة بشيرة صباح الخير منال. صباح الخير ليك ولكافة السادة المشاهدين الأكارم. إن شاء الله كل عام وتونس بخير بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 14 جانفي المجيدة. تفضل بشيرة. اليوم حبيت طبعا بمناسبة الذكرى الأولى عنا برشا أخبار ثقافية وبرشا نشاط ثقافي اليوم في مدينة باجة. نحب نبداوه أولا
الاحتفالية الضخمة تقريبا بعنوان المستحيل ليس تونسيا، وهي من تنظيم جمعية نساء تونس، احتفالا بعيد الشباب وعيد الثورة. نعم. اليوم السبت 14 جانفي بدار الثقافة عمر فرحات في باجة، وتمثل برنامج الاحتفال اللي باش يتواصل طيلة اليوم على عدة عروض. أولا يبدأ توا في 9 صباحا تنشيط فني ومعرض لصور الثورة التونسية من الساعة 10:30 وإلى حدود الساعة 1 بعد الزوال، ثم عرض فني تحيي فرقة الكرامة ويدخل قراءات شعرية. من الساعة 1:30 إلى 3 بعد الزوال ثم عرض فرجوي للأطفال بعنوان ستار شو مع مسابقة رسم وتحرير للأطفال. في حوالي الساعة 3:15 إلى 5:30 ندوة فكرية هامة، هذه بعنوان الثورة التونسية وجدل القراءة، يقدمها الباحث والإعلامي بقناة الجزيرة ابن الجهة نبيل الريحاني ومجموعة من مناضلي الجهة. فيها يتم أيضا تكريم الفائزين من الأطفال في مسابقات الرسم والتحرير، وجميع هذه العروض كما نعرفوا هي عروض مجانية ومفتوحة للجميع. عندنا خبر ثاني منال أيضا، المبدعون بلا حدود لمقر دار الثقافة عمار فرحات يستضيف اليوم السبت 14 جانفي الشاعر التونسي الكبير المنصف الوهيبي رفقة سلة من الشعراء في قراءات شعرية بالمناسبة، وهي مصحوبة بعزف موسيقي، وذلك سيكون أمام مقر بلدية باجة في عرض متكامل وهو مفتوح أيضا للعموم ومجاني من أجل تنشيط الساحة الثقافية في مدينة باجة، وهي في هذه الذكرى العزيزة على كل تونسي. وطبعا هناك استبشار من أهالي الجهة بهذه العروض الفنية، وهناك فرحة واستقبال لهؤلاء الشعراء والمبدعين. عندنا أيضا خبر كنا أكدنا عليه أمس وزيد نعاوده اليوم، وهو انطلاق معرض باجة للكتاب. نعم. يبدأ من 12 جانفي إلى يتواصل إلى 7 فيفري تحت شعار، والله هو شعار ثوري، لا شرط لا قيد لا رقابة بعد اليوم. وفي هذه الدورة هيحاولوا المنظمون لهذا المعرض أن يصالحوا أبناء الجهة والتونسي بصفة عامة مع الكتاب، خاصة منال نحن فقدنا في المدة الأخيرة تقريبا ما يسمى بعادة القراءة لدى الأطفال أو لدى التونسي بصفة عامة، ونحاولوا نجدد ونصلحوا ما بين تونسي وكتابه، خاصة الآن فما كتب كانت ممنوعة كما نعرفوا هي موجودة الآن ومتوفرة وممكن للتونسي والأهالي مدينة باجة الحصول عليها، إن شاء الله تكون الأسعار مناسبة. معنا خبر حبيت نخدم به يا منال، خبر أمني طبعا، ونحب نسمنه احنا دور الأمن ودور الجيش التونسي بهالمناسبة، وخاصة دور الشرطة أيضا اللي تمكنت في المدة الأخيرة، وفما استبشار من أهالي منطقة مجلس الباب، لأن الفرقة العدلية للحرس الوطني بمنطقة مجلس الباب تمكنت منال من إلقاء القبض على شخص بالمعتمدية يقوم بصنع أسلحة نارية بطريقة تقليدية في ورشة خراطة هي على ملكه، وهالأسلحة من عيار 12-16 مليمتر، يعني أسلحة خطيرة نجم نقوله، وقد ألقي عليه القبض بعد ورود معلومات للجهات المعنية، وبالتحقيق معه أفاد بأنه تمكن من صنع 12 قطعة سلاح يدوي، والحمد لله فما استبشار في منطقة الحمد لله لأنه مش من عاداتنا في تونس ولا من تقاليدنا صناعة الأسلحة هذه، وطبعا هذه للأسف ولت في بعض الأحيان تتوجد، والحمد لله أن الفرقة العدلية للحرس الوطني من تقديم جهة الباب تمكنت من إلقاء القبض على هذا المظنون فيه. والحمد لله. شكرا لك، شكرا لك زميلتنا بشيرة، كانت هذه حوصلة لمختلف التظاهرات والاحتفالات الخاصة بيوم 14 جانفي وأيضا جديد ولاية باجة. شكرا لك، نواصل معك لميا، نقدم خبر أخير خاص بصحفنا التونسية من صحيفة في هذه المرة من جريدة الصريح، وفي تطاوين الإعلان عن بعث مركز دولي للدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان. تهتزم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتتوين خلال تظاهرة حقوقية نظمها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 14 جانفي الإعلان عن بعث مركز دولي للدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان. كذلك يحضر التظاهرة هذه بالخصوص رئيس الرابطة أو الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان ورئيس منظمة حرية وإنصاف، إلى جانب عدد كبير من الحقوقيين التونسيين ليتولوا تقديم مداخلات علمية وفكرية. شكرا لك زميلتنا لميا بيوض، كنت حاضرة معنا في مصافحة أولى مع أخبار الجهات وأيضا مع معرض الصحافة. نمشي مباشرة إلى تتاوين ومصافحة أخيرة باش تكون معاك زميلنا خميس بوبتان، لو كان تقدم لنا ضيف لو تسمح، وشنو باش نتحدثوا الآن مباشرة معاك من تتاوين.
شكرا لك منال، باش نربح برشا وقت. كما تحدثنا على ولايه تطاوين والشهداء والتظاهرات الاحتفائيه بهذه المناسبه، كذلك ولايه مدنين قدمت مجموعه من الشهداء، اربع شهداء، شهيدان في مدينه جرجيس، شهيد في الجيم، وشهيده في مدينه مدنين. بطبيعه الحال عديد التظاهرات الاحتفائيه، من بين مهرجان الثوره في مدينه جرجيس التي قدمت شهيدين ايمن مرعي وبيرم المستوري. بطبيعه الحال شهيدان شابان من شهداء الثوره في مدينه جرجيس. فالتفاصيل هذه باش نتحدث مع صديقنا سيد احمد الجبوه وعن هيئه مهرجان الثوره بجرجيس. سيد احمد مرحبا بك. بطبيعه مهرجان الثوره اكيد فيه عديد التظاهرات والفقرات الاحتفائيه. والله المهرجان فيه العديد من الفقرات. اول حاجه نترحموا، اول حاجه نترحموا على شهداء جرجيس وكل شهداء تونس. تشكلت لجنه عملت احياء التظاهره يوم 19 ديسمبر، منها هي تشكلت لجنه من كل المجتمع المدني بما فيها البلديه، دار شباب، دار ثقافه، منها هي حطينا بروجرام، حطينا برنامج تاع التظاهره تاع ربط الجنفي. عملنا، بدينا به امس، عملنا الافتتاح، عملنا معرض تاع صور مع تنشيط موسيقي، استدعينا فرقه، عملنا مسيره لتنصيب ساحه شهداء. عملنا اخر من فقرات، وعملنا استدعينا فرقه الحمام البيض، وعملنا عروض فيديو على المباشر على الهواء الطلق للثوره في جرجيس. كما عندنا اليوم زاد ورشه لرسم وجداريات المجموعه من الرسامين بالتعاون مع المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، وعندنا ورشه رسم للجميع الصغار وكبار، عندنا محاضره حول العداله الانتقاليه للدكتور محمد بولهيبه، وكما عندنا زاد العشيه مع من الساعه الرابعه مساء تنشيط موسيقي لفرقه مجاز في جرجيس ومدخلات شعريه، وعلى الساعه 6:30 عندنا عرض اوبرا لمجموعه من جرجيس. كما عندنا زاد غدوه الاحد 15 جانفي محاضره على حول التنميه والتشغيل يلقيها الدكتور عبد الجليل بدوي وعبد الرحمن الهذيل وعبد المجيد الاغوان. شكرا لك، يعطيك الصحة سيد أحمد الجبو عن هيئة مهرجان الثورة بمدينة جرجيس. كما ذكرت مدينة جرجيس قدمت زوج شهداء خلال هذه الثورة، وأكيد شباب جرجيس شارك في هذه الثورة بانطلاقتها يوم 19 ديسمبر في سيدي بوزيد بطبيعة، وامتدت إلى مختلف مناطق الجمهورية. باش ناخذ عينة من شباب الثورة في مدينة جرجيس، صديقنا سيد صامد المزلوط. صامد مرحبا بك. مرحبا بك. صامد اكيد الايامات هذه تتذكر برشا حاجات صارت منذ سنه. اول حاجه نحب نحيي شهداء جرجيس بيرم وايمن مرعي الذين قدموا ارواحهم يوم 13، كان يوم معنا مسيره كبيره وكانوا اطلاق نار ومعنا سقطوا زوج شهداء. اذا هذا الاحتفال راهو في نفس الوقت هو احياء لذكرى معنا 14 جانفي، وهو كذلك معنا احياء، وكذلك انا نطالبوا انا شباب باسم شباب جرجيس ان الثوره مستمره حتى نحققوا مطالبنا. مطالبنا هي معنا مطالب الشباب ومطالب الشعب التونسي كل استكمال مهام الثوره، وهي معنا اول حاجه المحاسبه، خاطر الناس وضع عائلات الشهداء يحبوا محاسبه تامه لقتل الشهداء. وكذلك نحن معنا كما رفعنا امس شعارات في المسيره اللي صارت في تونس في جرجيس، انا معنا لا للتدخل الاجنبي، وانا الشعب التونسي شعب حر، وانا نطالبوا معنا وكذلك بجرجيس انا بلاصه كذلك هي راي مهمشه، فمعطلين عن العمل، فمعطلين اصحاب شهاد واصحاب وكذلك معطلين غير اصحاب شهاد، نطالبوا بالشغل ونطالبوا بحقنا في التنميه وحقنا في العداله، وكذلك المحاسبه معنا تكون الاولى، وان شعبنا وجرجيس راي مدينه معنا مناضله ومدينه ناضلت كما قام معنا نتذكر ايامات الهادي نتاع جرجيس. نشكر كذلك المجلس الشعبي المؤقت اللي بجرجيس اللي قاد الثوره واللي اثر معنا الشباب باش ما تصيرش معنا حكايه. واضح، يعطيك الصحة السيد صامد المزلوط ومن أحد شباب الثورة في مدينة جرجيس. كما ذكرت الشكر كذلك لأحمد الجبو عن هيئة مهرجان الثورة بجرجيس. أكيد مجموعة من التظاهرات الأخرى، ذكرنا زوز الشهداء في مدينة جرجيس، كذلك شهيد صالح خنافو في جربة أجيم ونرجس النويرة في مدينة مدنين. كانت هذه فقرة بطبيعة الحال قدمنا فيها الاحتفائية في ولاية مدنين بهذه التظاهرة منال، ولكن لابد بطبيعة باش نشكر زميلنا نور الدين العزلوك ويوسف المنصوري على ما قدموه من مجهودات لتمرير هذه الصورة، وقدمنا الإضافة إن شاء الله على مستوى الاحتفالات في ولايتي تطاوين ومدنين. شكرا لك مرة أخرى خميس، وتحية من خلالك طبعا إلى كل الفريق التقني العامل معك هذا الصباح.
نواصل مشاهدينا ونمشي إلى بعض التظاهرات والاحتفالات المقدمة في كل في الحقيقة ولاية الجمهورية. دار الثقافة المروج تنظم بالاشتراك مع جمعية أحبائها يوم تنشيطي بمناسبة طبعا الذكرى الأولى للثورة اليوم السبت 14 جانفي بدار الثقافة كما قلت المروج. حسب البرنامج التالي باش يكون إن شاء الله مع العشرة بعد قليل افتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان ملامح من الثورة التونسية للفنانة نادية إدريس. مع مضي ساعتين باش يتم عرض فيلم وثائقي بعنوان منبر الشعب إخراج كريم يعقوبي مع طبعا مناقشة هذا الفيلم بعد عرضه. مع الأربعة نتاع العشية إن شاء الله باش يكون فما لقاء أدبي وأيضا محاضرات مداخلة للكاتب والإعلامي المنذر بالضيافي بعنوان تونس بعد الثورة عودة الإسلام السياسي. أيضا مداخلة الكاتب والصحفي سمير المسعودي موضوعها أي دور للإعلام في تونس بعد الثورة، ومداخلة أخرى بشكل للأستاذ بديع المالكي موضوعها مشاركة الشباب في الثورة انطلاقا من المواقع الاجتماعية. معنا مكالمة هاتفية مع فايزة سكرافي من مدنين. أهلا وسهلا ومرحبا بك أختي فايزة، صباح الخير. صباح الخير منال، صباح الخير كل السادة المشاهدين في كامل ولاية الجمهورية. مرحبا بك، كي تحدثنا شوية حول هذه الولاية وآخر المستجدات. منال يعني ولاية مدنين اليوم كثير ولاية الجمهورية تحيي إحياء ذكرى 14 جانفي للثورة التونسية. يعني مجموعة من الأنشطة الثقافية على امتداد يعني هذا الأسبوع في كامل معتمديات ولاية مدنين. يعني هذه يمكن أكثر الأخبار، يمكن أخبار ثقافية منال. نعم تفضل فايزة باقتضاب لو تسمح بعض الأخبار الثقافية الخاصة بالاحتفالات بالذكرى الأولى للثورة. على سبيل المثال على مدى امس واليوم وغدا ان شاء الله باش تتم يعني حركه النهضه، كانت يعني برمجت مجموعه من الانشطه الثقافيه للاطفال على يعني في اماكن العموميه المختلفه سواء في دار الثقافه في المندوبيه الجهويه للثقافه ايضا. كذلك مجموعه تم ليله البارحه امسيه شعريه كان حضرها مجموعة من الشعراء سواء من تونس يعني من ولاية مدنين. نعم. وأيضا من الأردن وفلسطين والعراق. يعني كانت أمسية يعني أمسية شعرية بحتة كانت يعني بحضور جماهيري لأحباء الشعر. هذه يعني من الآخر يعني مستجدات ولاية مدنين. شكرا لك فايزة. عندك ما تضيف فايزة؟ هذا اللي اليوم موجود منال، ان شاء الله يعني مره اخرى نجيكم اكثر التفاصيل. باي. شكرا لك زميلتنا فايزه من مدين. واصلوا تقديم بعض التظاهرات اللي تم تنظيمها طبعا احتفالا بالذكرى الاولى للثوره التونسيه. تنظم جمعيه الاراده لترفيه وتشغيل المعوقين بالمهديه ملتقى حول افاق تشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصيه، وهذا ان شاء الله باش يتم اليوم وغدوه 14 و15 جانفي 2012 المهدية تحت إشراف كل من والي المهدية وزير الشؤون الاجتماعية وأيضا وزير الشباب والرياضة. برنامج نادي وحات الإبداع الأدبي بدار الثقافة الشادي الكتاري بقفصة بذكرى الثورة التونسية كان في الحقيقة ثري من أجل التعريف في بكل برامجه. الانطلاق التظاهرة هذه والبرنامج هذه باش يكون إن شاء الله مع مضي 3.5 من خلال اعتصام صور وأيضا بعض الفيديوهات الخاصة بالاعتصام. إلقاء بعنوان إرادة شعب للشاعر الغنائي بدر الدين أحمد، أيضا الشهيد للشاعر الشعبي محمد صالح التليجاني، اكتب يا شهيد للشاعر بدر الدين أحمد، وفقرة تقليد الثورات الخمسة تونس مصر ليبيا اليمن وسوريا.
بالنسبة لخبر آخر، نمشي إلى طبعا ولاية منوبة اللي أيضا هي في إطار احتفالاتها بعيد الثورة والشباب، وأيضا في إطار تشجيعها على المدى التضامني، تعتزم المؤسسات الشبابية بولاية منوبة إنجاز يوم تضامني تنشيطي بمنطقة الغضاونية من معتمدية المرناقية، وباش يكون هذا اليوم السبت 14 جانفي، وإن شاء الله نكونوا حاضرين من خلال كل هذه التظاهرات ونمدكم بها خلال الأسبوع القادم. هذا هو بالنسبة لهذا اللقاء اللي رافقناكم من خلاله من 7 إلى 9 في إطار هذا العدد الخاص لاحتفالنا بالذكرى الأولى لانتصار الثورة التونسية. كامل فريق البرنامج يتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة. أترككم في أمان الله، إلى اللقاء.